صباح الخير من بيروت، صباح الخير من الجديد لكل مشاهدينا، وتحية لكل يلي انضموا لنا بصباح اليوم. أسبوع جديد منتأمل مثل ما منقول دايما يحمل الخير وراحة البال، بالرغم من الأيام الصعبة اللي عم يعيشها اللبناني، واللي يمكن بالحرب ما سمعنا أنه بلدنا وصل لهالمرحلة من الإفلاس على مختلف الأصعدة، لأن صراحة في مشاهد عم نتابعها ما عم نصدق ممكن نشوفها بلبنان ومع اللبنانيين تحديدا. من يومين سألت بعد كل اللي عم يصير فينا كيف رح تنتهي قصة لبنان؟ إن شاء الله نهاية عن جد سعيدة، لأن حاسين حالنا بفيلم طويل ما حدا متوقع كيف رح تكون النهاية. بس ما عليه، كلنا إيمان رغم كل شيء أنه هالأرض المقدسة ربنا ما رح يتركها ولا رح يتركنا، ولابد جاي الفرج. فقرات صباح اليوم عديدة، رح نترافق لساعتين من الوقت برفقة زملاء واختصاصيين نحكي معهم بمواضيع الساعة على كل الأصعدة. طبعا رح يكون بالبداية مع حركة المرور لنشوف الطرقات شو عاملة اليوم. معي على الهواء المؤهل أول أحمد شعبان، صباح الخير. إيه صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا فيك. بالنسبه لوضع الطرقات، نعم. بدايه المدخل الجنوبي، في عنا على اوتوستراد سور صيدا محله السكسكيه قرب جامعه فينيسيا قطع للسير بالاتجاهين، وعم يتم تحويل السير على الطريق البحريه. اما اوتوستراد صيدا بيروت فينا نقول انه سالك طبيعي دون اي عوائق وصولا لخلده، عم تحول السير لكثيف باتجاه الانفاق طريق المطار، وفي عنا ضغط سير بهالاثناء من المدينه الرياضيه باتجاه جسر الكولا نفق سليم اسلام نتيجه تعطل مركبه على جسر الكولا وعم يتم معالجتها من قبل مفرز السير. بالنسبه للمدخل الشمالي بهالاثناء في عنا بطرابلس في عنا فقط ساحه النور هي عم بيكون في عليها قطع للسير، ومن طرابلس باتجاه بيروت في عنا حركه سير ناشطه من جونيه عم تكون باتجاه نهر الكلب، وكذلك الامر في عنا حركه سير ناشطه من انطلياس باتجاه نهر الموت. المدخل الشرقي لمدينه بيروت في عنا حركه سير ناشطه من كوي عريا باتجاه الجمهور دون اي عوائق او اي شيء عم بيعيق حركه السير. ضمن البقاع وفدنا انه طريق النبي عثمان فقط هي مقطوعة بالسواتر الترابية وعم يتم تحويل السير بالمكان. هيدي هي بشكل عام وضع الطرقات. شوارع العاصمة بيروت حركة ناشطة دون أي عوائق. حوادث تسجل عنا من امبارح لليوم، 6 حوادث سير نتج منهم للأسف في عنا قتيل وخمس جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. وتنظم محاضر رادار 739 محضر. واخيرا بنذكر المستمعين خطنا السخن هو 1720، كما انه فيهم يتصلوا على 112 ورفع عمليات قوى الامن الداخلي. وهذا كل شيء لهالساعه. شكرا لك. اذا في اقفال لشويه طرقات وحركه السير بلشت ترجع شبه طبيعيه، هلا منا طبيعيه مثل الايام اللي مرقت، لا مش لانه يمكن في اللوك داون او الدنيا عم ترجع، لانه ثلاث ارباع العالم بطل عندها شغل وفي بطاله، والله يساعد الناس. رح نتابع صباح اليوم برج اليوم مع كل اللي بيحبوا يسمعوا الأبراج مع جمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 15 مارس 2021، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. وبداية مع مولود برج الحمل، عزيزي مولود برج الحمل تبدو جاهز لتطوير أعمالك وتثبيت مواقفك مع محيطك المهني، ولن يخلو الأمر من منافسة وقتية مع أحد الزملاء. وأما عاطفيا حياتك العاطفية هي ما عم تتغير بالشكل المطلوب، والشريك عم ينتظر منك خطوات أسرع بعلاقتك معه. مولود برج الثور رغبتك بالتحرر من الجمود المهني يلي عم تعيشه واضح عليك، وتبدو متحمس على مباشرة عمل حر مع محيط مقرب منك. وأما عاطفيا أوضاعك العاطفية عم بيسيطر عليها أجواء من المصالح المتبادلة ما بينك وبين الشريك. مولود برج الجوزاء الفلك عم يتحدث عن مساومة مهنية أو موقع ممكن ينفرض عليك، ولكن حاجتك للإنجاز أو للانسحاب باتجاهات جديدة يعتبر الحل الأفضل بالنسبة لك. وأما عاطفيا عم نشوفك متخوف من مستقبل علاقتك مع الشريك فيما لو بقيت الأمور على نفس النمط الحالي معه. مولود برج السرطان عم تتصرف بواقعية وحماس لتحسين ظروفك في العمل، والفلك عم يتحدث عن ترتيبات جديدة عم بتخطط لها مع محيط مهني جديد. وأما عاطفيا تبدو إيجابي بتفكيرك، والوقت مناسب للمصالحة أو لتصحيح بعض المواقف العاطفية بعلاقتك مع الشريك.
مولود برج الأسد عم تشغلك فكرة تحسين مستواك المالي وتبدو جاهز للتحرك عليها بسرعة، بالإضافة لعمل إضافي بانتظارك. وأما عاطفيا كأنه القدر رح يعوضك عن المشاكل السابقة بحدث عاطفي قريب لإتمام استقرار جدي عم ترسم أنت عليه. مولود برج العذراء عم تشعر بالندم بسبب تفويتك لفرصة مهنية سابقة، بالإضافة لقرارات جديدة عم تجتهد على تحويلها لواقع غير اعتيادي. وأما عاطفيا عم نشوفك غير مطمئن لمطالب الشريك، وكأنك عم تشعر باستغلاله لمشاعرك وتعلقك فيه. مولود برج الميزان الوقت مناسب لشراء بيت أو عقار، وتوقع مواقف مهنية مهمة رح تعطي انطباع إيجابي عنك، بالإضافة لاهتمامات بأمور عائلية تبدو دقيقة جدا. وأما عاطفيا مغامرة جديدة للعازبين. وأما المرتبطين ما تكرروا أخطاء الماضي بعلاقتكم العاطفية مع الشريك. مولود برج العقرب عم تتحسن علاقتك مع الزملاء في العمل، ورح تتسهل عليك معالجة بعض المشاكل المستجدة، بالإضافة لقيود مادية عم تزعجك جدا. وأما عاطفيا من الضروري تخصص يومك للشريك، والهدف منه تجديد علاقتك معه من بعد، بعيد عن أي تشنجات وقلق من الظروف الحالية. مولود برج القوس تبدو جاهز لتأسيس مشروع خاص فيك أو لاستبدال وظيفتك بوظيفة أفضل، والأجواء تبدو إيجابية، بالإضافة لإنجاز مالي بانتظارك. وأما عاطفيا لربما يصعب عليك معالجة بعض المواقف العاطفية المعقدة بالوقت الحالي، ولكنك ملتزم بالمطلوب منك. مولود برج الجدي الفلك عم يتحدث عن تحريك لبعض القضايا المهنية السابقة، ويبدو أنك متأمل بنتائجها لمصلحتك. وأما عاطفيا اتوقع سوء تفاهم عاطفي مع الشريك، والوقت غير مناسب لأي قرار أو مغامرة جديدة. مولود برج الدلو تبدو جاهز لمواجهة التحديات والتغييرات المستجدة، ويبدو أنك أمام مرحلة مهنية ناشطة، بالإضافة لقرارات مالية تبدو مجبر عليها. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن مشروع مصيري مشترك بينك وبين الشريك، بدل من رمي الأمور معلقة لقدام. وآخر الأبراج معنا مولود الحوت، حركة اتصالات مهمة رح تكون سبب بدعمك وتحريك وضعك المهني نحو الأفضل، ولكن بشكل تدريجي. وأما عاطفيا لربما تواجه اختلاف بالرأي والنتائج على بعض المواضيع المشتركة بينك وبين الشريك. هذه كانت أخبارنا الفلكية لهذا النهار، لقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي. منتابع صباح اليوم عبر الجديد وين ما كنتوا عم تتابعونا، بلبنان وبكل أنحاء العالم بكل الدول العربية، في عنا كتير كتير مشاهدين بحي الكل. رح نتابع ولكل محبي السينما على الشاشة مع دوريس سابا. رح نحكي اليوم عن أخبار نتفليكس مع دوريس. صباح الخير دوريس. بونجور. كيفك؟ اشتقت للبونجور بالستوديو صراحة. عن جد لازم تطلي صوب، لازم تزورينا اتليست يعني مرة بالشهر. منيحة أنا نسرين، أنت كيفك؟ الحمد لله، كيف كل شيء؟ شو في أخبار هيك؟ الكورة منيحة والأجواء منيحة، أنا بس هيك الدنيا تشمس شوي هيك بصير بوزيتيف أكتر. طبعا إن شاء الله شوي هيك مع الربيع يلي جاي مثل ما قلتي كمان بيكون عنا أكتر أمل ونطلع من هالحالة على كل الأصعدة اللي نحن فيها نسرين. إن شاء الله إن شاء الله. دوريس اليوم عنا أخبار من نتفليكس، شو عم ينزل أفلام جديدة وأعمال؟ صحيح، يعني بالرغم من أنه الوضع كورونا مؤثر على القطاع السينمائي بالعالم وبلبنان أكيد مؤثر عليه بشكل كتير قوي. هلأ ما بعرف إذا بالكومينج ويكس عم بيقولوا أنه المراحل التدريجية لفتح البلد عم يلتزموا فيها، سو ما بعرف إذا بالأسابيع المقبلة رح يتم فتح السينمائيات إن شاء الله، لأنه عن جد نسرين الوضع كارثي بهذا القطاع، وفي في ألوف من اللبنانية بيشتغلوا بهذا القطاع، فعم تتخيلي قد إيه الأزمة عم بتأثر عليهم. أكيد. إنما نتفليكس ما في شيء بيأثر عليهم، يعني بالعكس عم يدلوا يشتروا أفلام. صحيح، سبق وحكينا كمان هديك مرة بالحلقة مع ماريات أنه عم بيزيدوا البادجت ليقدروا يدعموا الومن فيلم ميكرز، لأنه هن كتير بيأمنوا بالجندر إيكواليتي، وإنتاجاتهم ما عم بتخف، بالعكس هيدي منصة بزنس عم تربح كتير بهيدا الوقت، خاصة هالفترة لأنه كل العالم ببيوتها. بالعكس بعتقد أسهم نتفليكس طلعت كتير خلال هيدي السنة ونص للكورونا.
صحيح، وحتى السينما نسرين راحة هيك إذا بدك على مطرح يمكن ديجيتال، ونشوف أكثر أفلام، يمكن نشوف أكثر أفلام بهالسنين اللي جاية مصورة بالتليفون من وراء البانداميك ومن وراء كل هيدا الشيء اللي عم نعاني منه. أول فيلم بدي أحكي عنه فيلم هو من إنتاج ناشونال جيوغرافيك واسمه Secrets of the Whales. الفيلم كتير حلو، إذا هلأ بنحضر التريلر سوا ورح تعرف عن شو عم بحكي. هو أول شيء رح ينزل ستريمينج على ديزني بلس، وبعدين رح يتم عرضه على نتفليكس. تصور بثلاث سنين بأكثر من 24 locations، وبيحكي عن الويلز، عن الحيتان، عن حياتهم وكيف بيشوفوا الحياة وكيف بيشوفوا الحب من وجهة نظرهم. والحلو بهيدا السيريز تبع الدوكيومنتريز أنه بيركز على الكوميونيكيشن سكيلز وكيف بيتم التواصل بين هيدا الحيتان، وهيدا الشيء نحن بنحب نعرفه. يعني أنا كتير بحب أعرف هيك قصص لأنه كتير رير، وتصويره كان كتير صعب، أخذ وقت كتير كبير، أخذ ريسك كتير كبير. خلينا نشوف التريلر وكمان بنحكي بنرجع بنعلق عنه. يلا. واو دوريس، يعني بحس هيدا هيدا الدوكيومنتري رح ينحضر كتير. صحيح، وهيك الحلو فيه او شيء استعملوا تكنولوجي كتير متقدمه ليقدروا يعملوا سبوتينج لحياه الويلز. بنقدر نشوف قد ايه في قصص ان كومن بينه وبين حياتهم، كيف بيدفنوا اشخاص، كيف بيحزنوا، بيدفنوا ويلز، كيف بيحزنوا على ويلز فقدوهم، كيف الكوميونيكيشن تبعهم، كيف التراديشنز بينقلوها من جينيريشن للثاني. فشيء كتير مهضوم وناطرينه عن جد، حتى لو هيك شوي ساينتفك، بس يعني هيدا السينما متنوعة وهو جانرا دوكيومنتري، ومثل ما قلت رح يكون كذا سيريز ينزل، فناطرينه على ديزني بلس ومن بعدها على نتفليكس. تاني فيلم رح أحكي عنه بعتقد كل العالم تعرف كاركتر عبلة فهيطة يلي هي هلأ داربة العالم العربي، وكاركتر كتير مهضوم للصغار وللكبار، بيقطع مسجز كتير لذيذين. هالمرة عم ينزل فيلم عبلة فهيطة دراما كوين، هو 6 أبيزود، 6 حلقات، دبلجوه أو ترجم لأكثر من 20 لغة لأكثر من 190 بلد. وهو دراما كوين، هو نتفليكس عربيك أوريجينال سيريز، وبيحكي عن قصة لأبلة فهيطة كيف بتنغمس بعالم كرايم، وكيف بدها ترجع تنظف صورتها، تلمع صورتها والسمعة تبعها قدام الناس. كمان في مسجز كتير لذيذين من وراء هيدا الفيلم ناطرينه كله، عم بيقولوا أنه رح يحقق نسبة نجاحات كتير كبيرة بالبوكس أوف، بس رغم أنه السينمايات مسكره. كمان خلينا نحضر التريلر تبعه بس قبل ما نحضر دوريس. بس قبل فهيطة يعني معروفه هي حدا كوميك كتير، وحدا يعني بمر مسجز لطشات اذا بدك اكثر، يعني بتتزينخ على السليبرتيز. هون شو جاي، شو القالب اللي راح يكون فيه الست حلقات؟ لا ايه اكيد، هو الجانرا هي اكيد مثل ما عودونا كوميدي، بس في بلوت، يعني في قصه، في حبكه، وراح تكون هي عم بتكون البطله او الديفا يلي عم تجري حواليها الاحداث. ومثل ما قلت الاحداث لها علاقه بجريمه هي ما بترتكبها، ولكن تتهم فيها وبيبعدوها عن اولادها، وهونيك ببلش المشوار تبعها انها تخلص حالها من هيدي الديباجه اللي فاتت فيها، ولكن مع الحفاظ على هيك نكهه إذا بدنا نقول الكوميدي اللي بتتميز فيه عبلة فهيطة. نعم، أوكي. دوريس شو الفيلم الثالث؟ الفيلم الثالث لوبا،
اكيد سمعت فيه على أكيد. نتفليكس. ما حضرته بعد بس انه نزل. انا حضرته بس حضرت شويه مقاطع من السيزون 1 وقدرت كمان اقرا ريفيوز يلي عملها. كثير حلو. بدي احضر السيزون 1 لانه سيزون 2 هلا موعودين فيه بصيف 2021 وبيحكي عن هذا الجنتلمان السارق يلي اكيد قصته مخترع النوفلست موريس لوبلان بسنه 1905 ووقتها نزل لوبان بجانيوري على نتفليكس نسرين ما كان متوقع يعمل هالقد ضجه وخاصه من بعد ما نزل لكازا دي بابيل يعني العالم بتكون معوده على ستيل وعلى جانرا وبتنقل على شيء ثاني فكان من ضمن نتفليكس توب 10 ليست يعني فيك تتخيلي قد ايه الضجه يلي عملها وقد ايه نسبه المبيعات ونسبه النجاح المادي اذا بدك نقول يلي عملها ذاتس واي قرروا البروديوسرز يرجعوا يعملوا سيزن 2 منه ما بعرف اذا معنا التريلر اذا فينا نحضره كمان بنحضر التريلر اكيد يلا دوريوس هيدا المسلسل حتى الصغار يعني انا اولادي حضروه حبوه كثير انا ما قدرت احضره معهم بس صغار وكبار كثير حابينه صحيح ولانه كمان يعني هو لكل الاعمار منه من انواع السيريز اللي فيه ينعملوا ريت وما لازم الاولاد تحضره صح انه هيك كمان في قصص انتقام وفي قصص جرائم فيه بس محمول. ما في هالمشاهد الفايولنس يلي الاولاد ما لازم تتعرض له فكمان بنصح الكل يحضروا سيزون 1 مع انه سيزون 2 منا دايركتلي مرتبطه بالسيزون 1 بس اكيد الواحد هيك ليضل متابع على الاجزاء كلها سوا نعم ثالث فيلم بدي احكي عنه ورابع فيلم بدي احكي عنه وبقول يا ريت يعني على طول لنسرين بنقول بلبنان يا ريت عندنا حدا عنده سوبر باور ليخلصنا من الوضع اللي نحن فيه لانه على طول بقول الوضع يا بده سوبر بده باور سوبر يا مان. بده عجيب بده سوبر وومن يمكن بلكي سوبرمان ما زبطه بلكي شي سوبر وومن بتخلصنا صحيح فبهيدا الفيلم اسمه ثاندر فورس وهو من بطولة تو أكترسز أنا كتير بحبهم أوكتافيا سبنسر وماليسا أم سي كارتي كتير لذيذين وهن هيك مش معودين يكونوا بأفلام غير ما تكون كوميدي خاصة ماليسا أم سي كارتي يعني نعم. معودين عليها بالجانرة اللي هي كوميدي سو عم يجتمعوا هالتو أكترسز بهيدا العمل اللي اسمه ثاندر فورس وعم بيكون عندهم سوبر باور ممثلة بتاعتي ممثلة تاني سوبر باور بهدف إنقاذ مدينتهم شيكاغو من الشر اللي هي فيه يا ريت هيدا الشيء موجود عندنا بالفيلم كنا بنخلص يمكن في 10 ساعات بننهيهم وبنرتاح صحيح سو رح يكون كمان عم ببلش عرضه على نتفليكس وتم تصويره بسنه 2019 بسبتمبر بمدينه بجورجيا باتلانتا اوكي والحلو بهيدا البلد انه عم بيحول حاله ليكون فيلمينج لوكيشن وعم نشوف كثير من الافلام العالميه عم تتصور فيه، كمان التريلر موجود كمان اذا بدنا نشوف يلا بنحضره دوريس امبارح هيك بالصدفه حضرت انه لا كازا دي بابيل نزل السيزون الجديد او عم بيعملوا دعايه للسيزون الجديد يس نزل التيزر ومتوقعين ينزل قريبا السيزون الجديد وبعتقد انه هو السيريز الاشهر على نتفليكس بعتقد الكوكب كله ناطره الكوكب كله ناطر النيو سيزون اخر فيلم بدنا نحكي عنه لكل محبي الفورمولا 1 انا ماني كثير من فانز للفورمولا 1 بس بعرف انه في كثير عالم بتحب هيدا الكايند اوف سبورتس وبيكوز اوف كورونا كمان كثير من الشامبيونشيب البطولات تاجلت فنتفليكس عم بيقدم لهم هيدي ثالث موسم من سيزون فورمولا 1 درايف تو سرفايف من بعد ما حقق سيزون 1 وسيزون 2 كمان نجاحات كثير كبيره وبيحكي عن اهم البطولات واهم الشامبيونشيبس واهم القصص يلي شهدتها تاريخ للتشامبيون شيب بي هيدا الدوكيو سيريز يلي متنوع كل العالم ناطرينه كل محبي سبورتس بعرف الشباب اكثر شيء بيحبوا هيدا الكايند اوف سبورتس وكلنا ناطرين عن جد ينزل هيدا السيريز لانه اول شيء دوكيومنتريز يعني بخبرنا شوي عن الهيستوري تبع الفورمولا 1 ثاني شيء بخلينا نشوف قصص يعني منعيش كأنا عم نحضر عن جد لايف جيم يلي كلنا اشتقنا له والعالم مرهن انه كمان رح يحقق نجاح كثير كبير على نتفليكس نعم. ومفروض يكون ستريمينج كمان ابتداء من شهر اذار يعني اخر هيدا الشهر مفروض يكون كمان نزل على نتفليكس كمان معنا التريلر اذا بدك نختم فيه نسرين. اوكي رح نختم بالتريلر وانا رح اقول لك ميرسي دوريس شوفك أنا الأسبوع المقبل شكرا Thank لكن you. رح نختم مع هذا التريلر إذا رح نتابع صباح اليوم هلأ مننتقل لفوت بيت مع كوتش مايا زيدان لتعلمنا شوية تمارين رياضية ممكن نعملها نحن وبالبيت
الخير نسرين. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم تنين نشتغل strength workout، يعني منقوي عضلاتنا، منركز أكثر على قوة العضلات. اليوم رح نشتغل على lower body، يعني على عضلات الإجرين. رح يكون معي شنطة حطيتها على ظهري. أنتوا فيكم قد ما فيكم تعبوا أوزان، إذا كان عندكم هيدي الشنطة أكيد بتحطوها على ظهركم، بتحطوا قنينة مي، قنينتين مي، حسب ما أنتوا حابين تتقلوا وزن، فهيدي أوبشن إذا ما كان عندكم أوزان بالبيت. رح كون عم بشتغل أول إكسرسايز اللي هو السكوات، طبعاً الشنطة على ظهري، عم بتساعدني كمان إنه أنا جلس ظهري لورا ودايماً أرجع بالهيب لورا، وهو اللي عم بخليني ورك اللي عم بخليني أعمل السكوات بالشكل الصحيح. دايماً انتبهوا ما تقربوا ظهركم لقدام، واشتغلوا الموفمنت بالورك، رجع لورا، باك اند داون، لورا ولتحت. نعمل 20 رابس اذا كان الوزن خفيف، وفينا نكون عم نشتغل اقل اذا كان الوزن اللي على ظهرنا ثقيل. نعمل هولد، بنحس بكل عضلات الاجرين، بنكون جراوندد، بنطلع بنكعب الاجر تنحس اكثر بعضلات الاجرين كلهم، وهيك بنكون خلصنا اول اكسرسايز واول ست. فينا نريح مثل العاده اكتف ريكفري، نكون عم نشتغل هيك نتحرك بوقت البريك، او فينا دغري ننتقل للاكسرسايز اللي وراه. رح كون عم بشتغل على الارض على النيز، كمان بعد الشنطه على ظهري، في عندي وزن على ظهري، حاعمل سيتد سكوات انا وقاعد عم بعمل ثرست، يعني عم قرب الورك لقدام وبعمل سكويز، بنزل بطلع قد ما في يكون، عم قرب وركي لقدام، عم بعمل الورك ان اند ان اوت، كمان 4 مور 2 مور لاست 1. فيني اخر مره بعد كون عم بعمل سكويز واعمل هولد شوي هيك استفيد اكثر، برجع ريح. هيدا كمان كان ثاني اكسرسايز، كمان فيني يكون عم ريح باكتف ريكفري او دغري بنتقل للاكسرسايز اللي ورا. رح كون عم بشتغل كيكس هالمره انا واقفه، بس رح كون عم بشتغل على رؤوس اصابيعي. قبل ما بلش بالكيكس رح اشتغل اكسرسايز للكالفز، بطلع على رؤوس اصابيعي، بعمل اب اند داون، حاعمل ريتش بايدي. طبعا الوزن اللي حملته على ظهري اكيد رح يكون عم بشغل لي عضلاتي اكثر. كمان 3 مور 2 مور هولد، وبريح. بعمل شيك لاجري شوي تنتقل للفرونت كيكس. رح بلش من رؤوس اصابيعي، رح اشتغل كيكس لقدام اجر اجر قد ما فيني، بدي جلس اجري دايما ظهري والتشست مفتوحين. اب، ما ضروري اوصل كثير، قد ما بقدر اوصل بوصل. اكيد فيني امشي فيها كمان اذا عندي سبيس. 4 مور 1. بريك صغيرة 10 ثواني، فينا نشرب مي، فينا نكون كمان عم نتحرك بهذا الوقت. ننتقل لاخر اكسرسايز، حرجع انزل على الارض. رح كون عم بشتغل اكسرسايز شوي تشالنجينج، اوكي. رح قرب اجري لقدام، دايما التشست بده يكون قريب على اجري، والورك رجع لورا انا عم اشتغل، لانه بطلع باول اجر بدي احط الثانية، بدي ارجع انزل انزل. مش ضروري اشتغل اكسرسايز بسرعة. كمان 2 يس 1 اند 2 باك باك. بعد مرة على هيدي الاجر ننقل على الاجر الثانية، ناخذ بريك صغيرة، ننتقل على الاجر الثانية ونطلع كمان بنفس الطريقة.
عم بكل عضلات رجليكم اخر مرتين، بعد مره بس. هيك بنكون خلصنا الورك اوت. اكيد مش غلط نخلص تمريننا بالستريتشنج لاجرينا. نعمل ستريتش لعضلات الاجرين، نريح الظهر، نرتاح 2 minutes بعد هالراوند اللي هي الجاينت راوند. اذا بدكم تمارين كانوا ورا بعض نرجع بنكمل جولتين بعد من هيدا الاكسرسايزز لنستفيد اكثر. هيك بنكون خلصنا سيشن لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من تمرين اللور بودي لليوم، واكيد انا بشوفكم بكره بتمارين جديده. وبنرجع هلا لعند نسرين. شكرا لكوتش مايا زيدان، بتمنى هيك تكونوا عم تجربوا شويه تمارين رياضيه بالبيت، مهم نضل بحركه لانه كثره العود رح تاذينا كلنا. رح ننتقل هلا لفقره هلا وقتها. معي كارلا مطر المدربة بتطوير الذات وأخصائية بعلم النفس. موضوعنا اليوم كيف تكون مستعد للفرص الحلوة أو المهمة أو الكبيرة بحياتك. صباح الخير كارلا. مرحبا نسرين، كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم حديثنا مثل ما قلت عن الفرص الحلوة، بس قبل بدنا نقول الأسبوع الماضي ما قدرنا نعايد الستات. ايه صح، كنا مبسوطين انه نهار الاثنين نكون عم نشتغل نحن وياهم عم نحكي عن المراه، هيك شويه معنويات وقوه. على كل حال على طول احاديثنا هي تكون موجهه كما للرجال كذلك للنساء، لانه كمان هم بحاجه اكثر انه يكون عندهم ثقه بحالهم وعم بيشتغلوا وقاشعين انه قدراتهم كثير كبيره. صح. اليوم كيف بنلقط الفرص الحلوه بحياتنا؟ لانه هيدا نوع من مهاره، مهارة بنقدر نكون عم نشتغل عليها لحتى نحول حالنا من مطرح لمطرح حلو لمطرح ثاني احسن. كثير من المرات الفرص بتقطع قدامنا وبنصير نقول ليش غيرنا بيلقطها ونحن ما بنلقطها؟ لانه ما بنكون مستعدين. لما نكون عم نحكي عن هالموضوع بيخطر على بالنا كلمة زخم او مومنتوم، الزخم هي الترجمة لمومنتوم، معناتها اول ما يصير في عنا حيلا نوع نجاح كبير أو صغير، حيلا فرصة ممكن تكون حلوة بتغير لنا شيء بحياتنا، ننط عليها، نلقطها، وناخذ منها القوة اللي بتخلينا نكمل لقدام. بدك تتخيلي كأنه في عنا مثل دومينو، هالدومينو جامد، حياتنا كلها جامدة، كل شيء فيها ما عم نقدر نتحرك ولا مطرح بطريقة مناسبة ومزعوجين منها. ليش حبيت الدومينو؟ أو توقع أول وحدة وبلشوا كل الباقيين يصير عندهم القوة إنهم يرجعوا يمشوا ومنغير كل المعادلة تبع حياتنا. هذه هي التقاط الفرص. مثل ما المهارة يعني بنقدر نتعلمها. مشان هيك رح نحكي عن بضع خطوات، بضع نقاط الناس إذا تابعوها بيقدروا يحسنوا حالهم ويصيروا مستعدين أكثر. أوكي. حاضرة معنا؟ يلا ريدي. أنا ريدي. أول نقطة، بدنا نحط رادارات براسنا وبحياتنا. العين بتقشع 130 درجة، بدنا نركب رادار براسنا من قدام ومن ورا وبعينينا وبكل المحلات. شو معناتها؟ معناتها نكون عم نقشع شو عم بيصير حوالينا، وتنقدر نقشع اللي حوالينا ونفهمه أكثر ضروري نكون عم نبلش بحالنا وفهمانين وضعنا. يعني أنا شو اللي بتمنى؟ شو اللي عايزني؟ إذا حلم ما له مساحة، ما له حدود، شو هو الشيء اللي بحلمه وشو الشيء اللي بحب أعمله واليوم ما عم بقدر أعمله؟ كون مفتحة عيني عليهم ومفتحة الرادارات اللي حوالي على كل شيء أنا بدي. يعني ضروري ضروري كارلا بالبداية نكون عارفين شو عبالنا شو بدنا، صح؟ مشان هيك قلنا أول شيء بدنا نفهم حالنا، وهيدا ضروري 100% لحتى نعرف شو المعقول بناسبنا. لأنه الفرص ما بتجي يعني بدق الباب بونجور انا فرصه جيت لعندكم، لا، الفرصه بدنا نقشعها فرصه من الاستعداد اللي نحن بكون في عنا اياه. مشان هيك اول نقطه يلي عم نحكي عنها كثير كثير مهمه، هي اول شغله.
بهذا الموضوع ضروري كمان نكون إذا بدك لحقطة على ثاني نقطة، إنه لما تجينا الأشياء بحياتنا ما نتردد، لأنه كل شيء جديد كل شيء جديد بنقز، كل شيء جديد بخلينا نقول لا ما بقدر. امبارح كنت عم بشتغل مع صبية جاها بوست تكون جنرال مانجر، مديرة عامة للشركة، خافت بدها ترفض كانت هاي. ليه؟ لأنه ما بعرف أسوى شو معناتها ما بعرف. وهذا صحيح بكل الحالات تبع الحياة، يعني هذا شيء جديد علي، ماني مجربة قبل هلا، أنا خايفة وبركي ما قدرت. دونك هول الأشياء هن يلي ما بعرفهم، بس شو منعمل بهالحالة؟ بنجاوب على كل واحدة منهم. ولا مرة عاملة أكيد، مشان هيك الواحد بيتقدم من مطرح لمطرح تاني. أنا خايفة طبعاً، إمتي ما بتعودي خايفة؟ لما بتصير عندك المعلومات وتبلش تعرف تحكي الحديث اللي أنت بدك إياه. فنرجع نفوكس اليوم على كيف نلتقط الفرص. ما بدنا نخاف، ما بدنا نرتعب. هذه كانت تاني نقطة. ثالث نقطة، إذا نحن ما بدنا نخاف لأنه في شيء ما بنعرفه، معناتها لازم نضل عم نتعلم. عم نتعلم، أنا بحب وجه هون الحديث، عم نتعلم مش بس للصبايا اللي عمرهم 18 سنة اليوم عم بيسمعونا، و20 و25 اللي معتبرين راسهم بعده منفتح على الدراسة والعمل. عم بحكي كمان للرجل وللست اللي عمرها 30 و40 و50 و60 سنة و70 سنة تقدري تتعلم اليوم. اليوم بدنا نتعلم كل شيء بخلي حياتنا نكون بمحل أحسن. ولا مرة كان العلم قريب من الناس قد هلأ، يعني بكفينا أن يكون في عنا في فضاوي، في هلأ قاعدين أكتر. مزبوط، بكفي يكون عنا إنترنت نقرر شو بدنا نعمل. سو كل ما يكون في شيء حوالينا ونحن خفنا نبلش نقول لا، لازم أتعلم، لازم كبر المعرفة تبعيتي. ومن مين بياخد المعرفة تبعيتي؟ بليز ما تطلبوا المعرفة من الناس اللي ما بيعرفوا المعرفة اللي بدكم إياها. يعني لما بدنا نتعلم شيء نروح على أقوى ناس بهذا الموضوع. خلينا ناخد الشيء الصحيح، هاي من ناحية. من ناحية تانية ناخد استشارة من الناس اللي بيقدروا ينفعونا، يعني حيالله نوع عمل بروح عند الأخصائيين يلي ممكن يكون بعرفهم. ما حدا منا واقف هيك لحاله عايش بالحياة وما عنده أي فكرة عشو عم بيصير عنده. كلنا عنا connections، عنا معارف، خلينا نستفيد من المعارف لو صرنا كتير زمان ما عم نتعاطى معهم. من هون رح نوصل لتاني نقطة، إنه بدنا نتخلى عن الشيء اللي ما بيساعدنا، يلي هي تالت نقطة أو لا هي رابع نقطة، بدنا نتخلى عن الأشياء يلي ما بتساعدنا. يعني أنا عندي كمان أشخاص بحكي أنا وياهم، عم بشتغل أنا وياهم، شو كيف بتقضوا نهاركم؟ إنه ماشي عم بنتبه لابني، بحضر نتفليكس، مش نتفليكس، بحضر تلفزيون، بضل ماشي التلفزيون، فوت على السوشيال ميديا بتروح ساعتين ثلاثة هو ابني نايم. لا، بدنا نشيل الأشياء اللي ما بتنفعنا ونبلش نقول إيه أنا عندي وقت، لأنه لازم نفرغ حالنا لأمور بتنفعنا، لأمور فيها نستفيد منها وفيها تكون عم بتكبرنا من ناحية. من ناحية تانية بدنا نخلق علاقات أكبر مع الأشخاص اللي حوالينا. نحن قلنا الرادارات تبعولنا بدنا نكون ضويينهم all time، كل النقاط هن موصلين ببعضهم. نورين الرادارات تبعولنا يلي بدون يلقطوا كل شيء، بس إذا الرادار تبعي بس أنا وقاعد بالبيت، يعني لح يلقط محيط البيت. خليني أكثر من قبل اليوم بهاي الحالة، وأنا اليوم عم بتوجه، أنا لبنانية عايشة بكل مشكلة لبنان، يعني ما بدنا نتغاضى ونقول حياة سعيدة وشو عم نحكي. كلنا عايشين بظروف كتير استثنائية، على بعض الناس أصعب من ناس آخرين، بس برغم هيدي الظروف بدنا نجرب نروح عند أشخاص آخرين نحكي معهم، مش أشخاص آخرين يلي كل يوم بنشوفهم، يلي شوي بعاد عنا، يلي كانوا معنا بالمدرسة صرنا زمان ما حكيناهم، ابن عمي يلي بعرف إنه ناجح بمجاله، بروح بفتح أفاق. هاي من ناحية. ومن ناحية تانية بنفس هيدي النقطة، نحن قلنا بأول نقطة أنه بدنا يكون عنا وضوح لشو اللي بدنا إياه. هالوضوح كتير مهم. إذا صرت عارفة أنا شو بدي إياه، روح خبر أنا ولا عم فكر افتح محل منقيش،
شيء هالقد بسيط، بس انا بخبر. ليش؟ لانه لما اكون عم بخبر، مع انه نحن تعلمنا من اماتنا وجدودنا انه لا 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 يا ماما ما تخبروا شيء، لانه قبل ما يخلص يا بسبوكم بالعين يا بياخذوها من قدامكم، مش صحيح. خلينا نخبر شو فيه، لانه في كثير ناس ممكن يكونوا بحبونا، ولما يسمعوا خبرية ممكن تفيد الهدف اللي أنا بدي إياه، فين يقطعوا لنا إياها، فين يوعونا على أمور. سو بلش خبر هاي من ناحية، ومن ناحية هالشي بساعدني كبر كمان الإيموشن، بخبيني اللو أوف أتراكشن، يعني كيف أقدر أجذب الأمور، تجذب الأشياء الإيجابية، ما أكون عندي وضوح فيها وعم بحكي عليها. عم بتطلع بالوقت أنا يلا أنا رح أقلك قبل بدقيقة. عنا دقيقتين، عنا دقيقتين بالضبط تقريبا. اوكي. لانه نحن كمان من الامور اللي بدنا نحكي عليها على طول، بدنا نراقب انه الحركه تبعيتنا عم تمشي. بدنا نتخيل حياتنا كانها ساعه، هي الساعه القديمه، وبدنا نجرب نقشع الابره كل يوم تكون عم تمشي. ما تنسوا انه نحن قلنا منبلش نستفيد من المومنتوم يلي عنا إياه. كل واحد عنده مومنتوم بحياته. المومنتوم بيعطينا، أو الزخم بيعطينا قوة حتى للاندفاع لقدام أكثر. نستفيد من هالزخم، وبصير بكفي أنه نعمل حركات صغيرة. يعني كل هول يلي قلتهم هن خطوات صغار بس بينفعوا. أو بدنا نزيد الحركة تبيتنا، كل يوم بدنا نكون عم نقشع شيء جديد عملناه بحياتنا. سمر بلشت على بكره، كنا عم نشتغل على الروتين تبعها، بلشت تشرب مي. ما فيك تتخيل الثاني اسبوع وثالث اسبوع اجت قالت حياتي كلها عم تتغير لانه عم بشرب مي. صحيح، امور صغيره مثل هاي ليش ممكن تاثر؟ لانه تعلمنا انه نحن عم نسابر، وانه نحن عم نخلق روتين بحياتنا عم بيكون عم بناسبنا. دونك هاي دول بعض الاشياء اللي فينا نعملهم. رح أعطي إذا بدك نقطة شوي كيف فينا نستفيد، شو معناتها نستفيد من الفرص. رح أعطي مثل. رنا موظفة بترد على التليفون بشركة، وقت اللوكداون طلعت على الضيعة مثل كتير من الناس، وعندها بيا وهي بيزرعوا شوي بجنينة، نزلت أخذت معها أشياء طيبة وضيفت، يعني بيروحوا بيتغدوا كلهم بالشركة بنفس المطرح. ضيفت، بلشوا يحبوا، قالوا لي ياي هدول غير تبعول السوق، فينا نوصيك عليهم. بلشت كل جمعة تطلع، بي عم يزرع، كبروا الأرض، صارت كل يوم تبيعهم. بعدين تعرفي حبينا أغراض الجبل عندك، شو عندك بعد؟ اتصلت بكل مين بتضيع، ببيع لبن وببيع عسل وببيع كل هدول الأمور. يعني قصص بسيطة، قصص بسيطة كارلا ممكن تفتح لنا راسنا على بواب جديدة بحياتنا. غيرت شغلها، غيرت شغلها من موظفة بترد على التليفون لمرأة انتربرونور عم تشتغل على حسابها وعم بتطلع مصاري، وأكيد صارت عم بتطلع كتير أكتر مما كانت عم بتطلع. هاي فرصة. غير شخص ما كان فكر بالفرصة إنه يي هاي فرصة إنه أنا كبر. كارلا قبل ما يدهمنا الوقت، بس أنا عندي يعني هيك سؤال، هل في ناس أورينتد أكتر يعني في ناس تلاقيها إنه خلص هي بهالمحل ممكن ترضى كل حياتها، وفي ناس هن وبهالمحل عم بفكروا بالأبعد والأعلى والأعلى، هل دماغنا له دور، أو يعني كل كاركتر إنسان بيلعب دور؟ أكيد شغلتين، الشيء اللي ربينا عليه والقناعات اللي عنا إياهم. يعني إذا أنا مقتنعة إنه ما بقى فيه ممكن شيء يتغير بحياتي، ما بيتغير شيء. إذا أنا بلش فكر، ونحن كل هالحلقات نسين أنا وياكي عم نعمله، وعم بيجينا اتصالات من ناس، من أشخاص كتير بيقولوا لي صرنا عم نفكر بطريقة مختلفة، ما كنا عارفين إنه عنا قدرات، بس لأنه نسمعوا، وأكيد هني بعدين اشتغلوا على حالهم. فحيلا شخص يلي بيتمرن إنه ينجح بصير يقشع الأمور أسهل له. صح. هلأ لما ما عنده كمان خبرات نجاح، هالشي برد الشخص لورا، بدنا نجرب نفتح هالقوة اللي كل شخص عنده إياها. نعم. أنا على كل حال على البيتش تبعولي كوتشينج كارلا مطر، الأشخاص بيقدروا يتواصلوا عندي على إنستغرام وفيسبوك، على طول بكون عم بحط فيديو وعم بحط مقتطفات وأمور ممكن كمان الأشخاص إذا سمعوها كون عم بتساعدهم يندفعوا لقدام ويشتغلوا أكتر ويفكروا بأمور بركي ما كتير كانت خاطرة على بالهم وبيعرفوها. نعم نعم.
كارلا بدي اتشكرك على هالفقرة الغنية يلي صارت موعد لكتار كل تنين، وبنوعد الناس انه الاربعاء انا وياكي رح نكون لايف على انستغرام لاول مرة. شو موضوعنا قولي لي سريعا؟ رح نحكي رح نتوجه للامرأة انا وياكي رح نحكي عن الامور الخارجية تبع المرأة. أوكي. كيف بدها تقشع حالها، كيف بدها تلبس، كيف بدها تكون حلوة، كيف بدها تتعامل، كيف بدها تشوف حالها حلوة، يعني بطريقة حلوة، حلوة من جوا وبرا. عنوان الحلقة تبعيتنا على انستغرام نهار الأربعاء على الفيش تبعيتي. أي ساعة؟ أي ساعة؟ الساعة 6 و5. أوكي. 6 و5 نهار الأربعاء. يعني بعد الستة بتنطروا الساعة 6 لتنقطع الكهرباء. بتنقطع الكهرباء. بيجي الموتور وبنقول الله. كارلا بدي أتشكرك كثير، بشوفك الأربعاء، بشوفك تنين الجاي نحن والمشاهدين، وراح هلا فقرة هلا إلها حل، ورح نحكي اليوم عن التعنيف بالعلاقات الزواجية مع دكتور رائد محسن اختصاصي بالإرشاد والتوجيه الزواجي والعائلة. صباح الخير دكتور رائد، استفدنا لك. صباح الخير لك، وأنا استفدت لك واستفدت لكون على التلفزيون، ما بدي أقول لشوف المشاهدات والمشاهدين، هن لا يشوفوك معنويا وروحيا بشوفهم. لا هن كمان يعني فكرتك دكتور من أكثر الفقرات يلي بتسأل عنا الناس فعلا، هالقد منحبك هالقد هيك صرت جزء من برنامجنا. شكرا شكرا. اليوم التعنيف بالعلاقات الزواجية شو بدنا نقول أكثر؟ يعني شو يعني تعنيف؟ يعني هدي مشكلة، يعني احنا بنحكي عن تعنيف، بنحكي عن تعنيف اللفظي، لفظي التهكم، ساركازم هو جزء من التعنيف، لما واحد يسخف الآخر هو تعنيف. طبعا الشتيمة لما واحد يشتم هذا تعنيف، لكن واحد بيقول ما في تعنيف لفظي بيقصده انه يمكن ما في مسبات، لكن التعنيف اللفظي هو إهانة الشريك بكلمات يعني مضروري تكون كلمات شارعية بنبقى بنحكي عنها. في التعنيف الجسدي اللي هو الضرب، والتعنيف الإهمال المعنوي العاطفي نجلكت، يعني إهمال الشريك أو إهمال الأولاد أو الأطفال. لكن إحنا هلا عم نحكي التعنيف بين الشريكين، بين الزوج والزوجة، وهذا معظم الأحوال الأحيان، ما دائما، معظم الأحيان يظهر قبل الزواج، في له إشاراته قبل الزواج. هلا هل كان لما يصير في أي نوع من النزاع من الخلاف في نبرة صوتية مرتفعة؟ مش مشكلة إذا كانت مرتفعة لكن نفس الوقت ما فيها إهانة. هل أنت أو عادة بكون الاثنين، يعني أنت أو أنت صبايا والشباب، بتزق هالشيء بيزعجك لدرجة أنه بتعتبر أنه ما في هيك استمر، بدك تقلها ما فيها أنه هي لأنه مع حق وترفع صوتها بهالشكل هيدا، بكرة بدك تغري تقيسة أنه بده يصير في أطفال. طب إذا اعتدنا نحن قبل الزواج على نحكي مع بعضنا البعض بالنبرة الصوتية العالية، لما يحكي بيرفع صوته بنرفز، طيب بنرفز لأي درجة؟ قد ترعب الأطفال فيما طبعاً بعد. أكيد. فإذا بنرجع إذا بتذكر لما حكينا ما لا يتغير قبل الزواج قد لا يتغير بعد الزواج، بنرجع لهون إنه ما مشكلة، بس هو يمكن اعتاد أن يكون هكذا في منزله في بيته مع عائلته ومع شركته السابقة، ربما كان هكذا. طيب معك ما بيمشي الحال، بدك تقولي إنه يمكن أنت معود تكون مع الصبايا بتقبلوا هالشيء، يمكن يكون هذا سبب انفصاله عن الاكس جير فريند، عن شريكته السابق. لكن انا لن اتقبل. طب لن تتقبلي هذا الشيء، شو اللي بتعملي بالموضوع؟ لان احنا عم ناخذ اخف مثل. بس دكتور ليش ممكن حدا يتقبل؟ يعني ممكن حدا يطنش على هيك شيء؟ ممكن معلوم، لانه اذا معوده ببيتها انه البابا هيك بيحكي مع الماما، وماما جارته جارت البابا 50 سنه ضلت معه وماشي الحال، انا بصير هالشيء عادي. ايه ما اخذت هالسكيلز المهارات هيدي من ماما، انه تطنش، انه تصبر، التولرنس، بقى ممكن تتقبل هاي النبره العاليه. نحن هلا بعدنا عم نحكي باخف، ما بدول اسخف، لكن باخف مثل عن التعنيف اللي هو النبره الصوتيه العاليه. بعد ما حكينا لا عن الضرب ولا عن اذا حكي معها مثلا ببعض النزاعات ووسط المطرح مسكها كتفه وعمل هيك. فيعني هيدي خضت الكتف او الكوع او مسكت الايد، هي اضرب من الضرب. بحكي مع حدا انه الثاني اجى عمل له هيك، هيدي هي لما اقول واحد طيب شو الاشارات؟ ما هيدي بعض الاشارات. يعني اللي بيعمل هلا هيك كمان الفتيات كمان بيعملوا هيك، يعني بعدين ممكن ان تصفع الكف على وجهك مثلا. صحيح. والعكس صحيح.
فهل ضربة الكف كمان مقبولة؟ طب وين الحدود؟ الحدود هي انه الواحد لا يتقبل اي نوع من انواع التعنيف، لانه كله مرشح انه يكبر يزيد يكتر. يزيد ويكتر وعددا ونوعا، نوعا يعني حجمه. يعني هلا مثل ما اعطيت المثل تبع الكتف والكوع، بكره بعد الزواج يمكن او بالخطبه عند الخطوبه يمكن يدفعك ويجيبك على الارض او على الكنبيه، بتقولي ماشي الحاج جيت على الكابش، ممكن يشبقها بشيء، في كتير بيشبقوا بكبوا شيء تدريجي. بكره بعد الزواج اللي بيعمل هيك تدريجي، معناتها بعد الزواج الضرب بتصيري تدريجيا تغطي ايديكي لانه عليهم زرقوا من الضرب، بتصيري تحطي ميك اب تبرج بزيد لتغطي تتخبي اشياء، بالاضافه الى اشياء ثانيه ممكن تصير. ما بدنا نحرق الموضوع بسرعه، لكن خلينا نرجع لاصله الموضوع. نعم، ما في حل الا بده علاج. هلا بقول انا تعافيت من التعنيف لوحدي دون الذهاب للعلاج، كثير منيح، معناته عملت جهد واقتنعت. هي اهم شيء ان تقتنع انه انا عندي مشكله، هي مشكله الضرب. كيف اذا كان يؤمن بان الضرب هو حق له؟ بقى معناته هيدي كمان تبين بالقيم وفكره الخطوبه. واوقات كثير انا بقول طيب ما عنده اب للزوجه، يعني ما عنده اب تحكي معه، ما عنده خيو اكبر منه، لمين هو بيسمع؟ والجواب بيجيني الاب لا، تبيه معروف، بيضرب امه، بيضرب اخته، بيضرب. ف بتكون نموذج يحتذى، سلوك مكتسب، سلوك مكتسب learned behavior من العائلة. فإذا مثل الواحد يكتسب سلوك من أهله، أنا أكتسب سلوك الضرب من والدي، طريقة تربيت فيها ومشاهداتي لهالثنائي، لهالكابل، للماما والبابا كيف تعاطوا مع بعضهم. وكما أمي كانت تسكت تهادن بي، أتوقع من زوجتي أن تهادنني بهذا الموضوع. نعم، وتتقبل. وهيدا الجيل الجديد اللي ما عم بيقدروا كتير يتفهموا بظل استقلالية المرأة المادية مستحيل والمهنية، إنه أمك وعمتك وستك يمكن كانت ما في مكان ترحلوا إذا بدها تترك المنزل من وراء الضرب. بقولوا كيف كانوا يتحملوا بالماضي؟ مين قال لك كانوا يتحملوا؟ كانت تعيش مظلومة ومقموعة لـ40 و50 سنة و60 سنة، ما كان عندهم خيار، ما كان في خيار. وهلا نفس الشيء، الخيار هو انه لن اكون عبئا على احد من اخواني الشباب. عاده المراه لما تطلق، اذا انفصلت تروح عند بيت اهلها او بيت اخوها، هذه بطلت كمان شائعه ولا دارجه ولا متوقعه ولا مفروض انها تصير. لكن لما نقول انه استقلاليه المراه الماديه ضروريه، ما حتى نشجع المراه على الطلاق والانفصال، لكن حتى نقول انه لما ترفع اصبعها وتقول له هيدي اول مره واخر مره بتمد ايدك علي، ما براسه يدور انه ايه وين بدها تروح؟ لا، بيعرف انه عندها من الاستقلالية المادية ما يكفي انه يصير في عندها شقتها لوحدها وتسكن لوحدها، لا بل هي حتى اذا عندها حضانة الاولاد وانت ما بدك تدفع نفقة مصروف تغطي هي مصروفهم بالمدرسة. من هون بتجي اهمية الفتيات اللي عم بيسمعونا اللي عمرهم 18 و19 اكمال الدراسة الجامعية ومن ثم ايجاد مهنة. بدك اهم شيء صح از يور كارير، شو مهنتك؟ واذا بتقولي انا ما بدي اروح على الجامعة، ما تروحي على الجامعة، ما لنا مشكلة، بس شو مهنتك؟ يعني شو بدك تعملي إذا عندك ولدين أو ثلاثة و اضطريت تشتغلي، آخر مات زوجك بحادث ما أو بمرض ما وأنت عمرك 35 و37، كيف بتربي أولادك؟ فإذا المهنة صارت ضرورية والاستقلالية المادية ضرورية للمرأة. برجع هلا لموضوع التعنيف، هيدي أين تترجم لما تقولوا هي أول مرة وآخر مرة؟ يعني هو بيعرف انه بيستعطيها ان تفعل ذلك وتكون مستقله، كي لا تقدم على ذلك هو سيلجا للمعالجه. ما عم نقول انه بترفع اصبعك وبتهددي وتاني وكذا وبتترك البيت وبتروحي وبتطلقي، لا، عم اقول لانه انت عندك ارض ماكنه واقفه عليها، هو رح يعرف انه تهديدك بمحمل الجد. مره في امراه بعد زواج 25 سنه قالت لي انه انا تقريبا بعد 6-7 اشهر من الزواج ضربها زوجها كف على وجهها، صفعها على وجهها، وقلت له هي أول مرة وآخر مرة بتمد إيدك علي. وهكذا كانت أول مرة وآخر مرة مد إيده عليها.
يعني لازم تكون ردة الفعل كتير قاسية من المرأة بشكل خاص، لأنه هن المعنفات بشكل أكبر لما بتكلها أول كف أو أول تعنيف بيصير. أوكي. يعني ممكن يحط الشخص الثاني عند حده إذا كانت ردة فعلها كتير قاسية. نرجع نحكي عن الموضوع صحيح. خلينا نكفي بس المثل اللي بعطيه. فإذا لما ضربها كف على وجهه بعد 25 سنة بتقول لي بعد 25 سنة زواج الكف اللي ضربني إياه مرة واحدة بعد 7 أشهر زواج كف واحد، من وقتها انكسر شيء بيني وبينه؟ في شيء كتير تقيل تقيل يعني من ناحية الإيجابية، من ناحية العاطفية، الحب انكسر ولم يرمم. وهذا كان كف واحد ولم يرمم. فإذا هل أدي تأثير الكف؟ هلا نرجع اللي حالتك قلتي إنه إيه بتكون ردة فعل قوية، بعد إنه تجي أمك تقنعك أو حدا لو ما أنت استفزيتي، لو ما أنت قلتي له أنت ما عرفت تحكيه بالوقت المناسب، كيف الحكي هذا؟ يعني إذا في حدا على الطريق ماشي هو إياه وإجا حكيه بموضوع أو منه ماشي هو إياه، إجا حكيه بموضوع مش وقت مناسب بضربه؟ لا ما بضربه، بس بيجي بضربه. أو لما يكون شربان كحول، لكن الكحول بتخلي الواحد يضرب. لما يكون شربان بيضرب حدا عم يشرب هو إياه برا خارج المنزل، أو يعنف فقط المرأة وفقط زوجته؟ لا، الجواب هو الثاني، يعنف المرأة وفقط زوجته. إذا هيدي مسألة إنه ما هو هيك بصير عنيف طبعه لما يشرب، وين بصير عنيف طبعه لما يشرب؟ بالبيت. حتى إن كان شربان برات البيت بيجي بأذن كمان هون صار بالبيت. الكحول صار الشرب والكحول مسألة مهمة. والتملك، الشعور بالتملك، I own you، الأونرشيب، التملك يعني التعامل مع المرأة كشيء أو التعامل مع الرجل كشيء، إنه أنت أنا بملكك. أي حد حديث تشاتنج دردشة مع حدا أنا ما بعرف أنت مع مين عم تحكي، تتهمه بأنه هو فاتح خط مع إحداهن، مع إحدى الفتيات، وقد تلجأ للتعنيف اللفظي أو تعنيف الضرب. في كتار من الرجال بنضربه ما بيضربه بالدفاع عن نفسه، بيعرف أنه قد يؤذيها، لذلك يتلقى الضرب الجسدي والتعنيف اللفظي. نعم. التعنيف اللفظي قلت أنا أنه مضروب يكون سبب الشارعية المعرفة، بيكفي أنه يكون يا بهيم يا غشيم يا بهيمي كمرة استقل لك هيك، وانت ما بتفهمي. في الواحد يقول بحديث كبير هو راقي انه شو بفهمك بالموضوع، منا مشكلة يعني ما فيها اهانة، بس لو انت شو بفهمك او شو بفهمك عم نحكي بشكل عام، هيدي صار فيها اهانة، صار فيها تجريح، صار فيها تجريح. ونفس الشيء لاطفالنا المعرضين لهالشيء عم بشوفوا التجريح بين الماما والبابا، وعم بشوفوا الضرب. عندما تعنف زوجتك انت تعنف اطفالك حتى ولو لم تصطعهم، حتى وهو مدارون. نعم. لذلك المرأة اللي بتقول أنا استبقيت على هذا الزواج واستمريت بهذا الزواج لفترة 20 سنة فقط من أجل أطفالي وولادي، جواب ولادها أنا بده يكون لما يصير عمره 18 و19. نعم. مين قال لك تبقي كرمالنا؟ بهني للماما عبور أنا للأم المعنفة إذا بقي التعنيف والضرب كرمال ولادك، ما عم تحميهم لا بل عم تؤذيهم، لأنه عم بتقدميهم أبشع نموذج. مش بس نموذج، بكل الحسابات، بكل الدراسات، بكل الاختصاصيين والاختصاصيات ما في خلاف عليها، عندما تعنف الأم لفظيا أو جسديا يعنف الأطفال. الفرق بين الاثنين، التأثير على الأم هو تأثير جسدي ونفسي، التأثير على الأطفال هو تأثير نفسي فقط، لأنه ما ضربهم بس ضرب الماما. فإذا كل هالمكنونات هيدي اللي تبع القمع، تبع تعريتها، عندما يضربها يعريها من ثقتها بنفسها. هيك عم بيصير الأولاد عم يربوا ببيئة ثقتهم بنفسه متدني. طبعا الصبي قد يضرب في المستقبل وزوجته ما رح تقبل مثل ما ماما قبلت وهي حكينا عنها. والفتاة قد تذعن لها، قد ترضى بهذه المعاملة لأنه الماما أعطتها نموذج بالصبر، أو بتصير حالة نوع من المشادة الكلامية بينها وبين شريكة في المستقبل، تأخذها أنه قد تؤدي للضرب، يعني تأخذ الحد الثاني من الفاصل الثاني من التأثير النفسي. إذن فهيدي البقاء بالزواج من أجل ولادنا بس أكبر الضرب. عند الضرب بلا بشي تاني بتضحي الماما وليست سعيدة بالزواج، مش مشكلة، هيدا شأنها. لكن كمان حتى مش بس شأنها، كانت ليست سعيدة بالزواج وباقي يمكن توصل لمطرح ليس بساعتها أن تكون أماً، لأنه فقد العاطفة بالعلاقة وموضوع تاني. لكن عم نقول ما عندها تصطفل، بس ما عندها خيار إذا في ضرب غير ما أنه تشوف شو بتعمل، هو أن يترك المنزل.
واذا هو لا يقبل ان يترك المنزل او تلقي المعالجه، انت شو بدك تعملي بالموضوع؟ نعم. هلا ما في عندنا وقت لانه انا بعد استمر بالحكي، اذا ما في عندنا وقت فينا نستمر. اذا بدك اذا بتحب دكتور نرجع نكمل الموضوع الاسبوع المقبل بنكمله. ايه اذا حاسس انه رجعوا شوفونا ما نحكي عن التعنيف الجسدي واللفظي والاهمال العاطفي كمان. اوكي لكن نرجع معالجته وصول معالجته اكيد، لكن بنكمل هذا الموضوع انا وانت الاسبوع المقبل. بدي اتشكرك دكتور رائد محسن، شكرا كثير. رح يكون معي طبعا بهيدي اللحظات بعد شوي كمان دكتور زاهي حلو يلي هو اختصاصي بالامراض المعديه والفيروسات المعديه، وطبعا موضوعنا هو كورونا. كنت عم بحكي مع دكتور زاهي تحت الهواء قد ايه اليوم اللقاحات بلبنان صارت يعني قد ايه بطيئه الحركه، يعني اليوم لهلا بعتقد صار في ملقحين بس شي 70,000. خلينا نعطي مثل، مثلا بدبي كل يوم عم يتلقح تقريبا 70,000 مواطن. تخيلوا نحن قد ايه البروسيدور بطيء، قد ايه الحركه بطيئه. اليوم سمعنا انه في شركات خاصه وفي جهات خاصه بلشت تستورد الفاكسان او اللقاح على لبنان. هذا الموضوع بشكل خاص بدي اتاكد منه، يعني نحن قصدي صار فينا نروح نشتري اللقاح. رح اتاكد بهذا الموضوع مع دكتور زاهي حلو بيسمع مني. دكتور زاهي صباح الخير. صباح الخير نسرين. صباح النور. دكتور يعني حكينا قبل بمرة أنا وأنت عن البطء باللقاحات، هذا البطء يعني ما بعرف وين ممكن يودينا؟ يعني بالفعل نحن بعدنا كتير بعاد لنوصل للمناعة القطيع اللي هي المطلوبة، يعني لأنه بتعرف أنه لازم على القليل 80% من سكان لبنان يكونوا يعني محميين حتى نقدر نوصل لمناعة القطيع، ونحن بعدنا يعني لغاية اليوم يمكن وصلنا بس ل 90,000 شخص ملقح من أصل 6 ملايين شخص. يعني فهذا الشيء أكيد بيأثر على انه نوصل للمناعه، بدنا بعد عدد كثير كبير من الاشهر حتى نقدر نوصل لهالشيء. فمشان هيك صار في طلب كثير انه يكون في قطاعات خاصه عم بتامن اللقاحات، بس اهم شيء هالشيء يكون منظم، يعني ما تفلت القصه، يعني تضل نعرف مزبوط عدد الاشخاص الملقحين ويتسجل كل شيء مع وزاره الصحه. طب كيف 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 الناس بدها تعرف دكتور زاهي؟ واليوم يعني فرجيتك وصلتني مسج اذا بدكم حقه هالقد الفاكسان يلي عم يتسعر، رح اقوله على الهواء يعني ما في شيء بيتخبى، انه $55 للجرعتين. اكيد كلنا يعني انا اول وحده بدي اروح كرمال اهلي وكرمال حوالينا، بس كيف بنتاكد من هيدي الجهه؟ كيف بنتاكد ببلد مثل لبنان انه هيدا الفاكسان هو ما بعرف مش محطوط في مي بدل يعني؟ صحيح، يعني معك حق، بلبنان لازم نفكر بكل شيء لانه ما في شيء مضمون، بس هلا اكيد يعني وقت بتكون شركات محترمه ولازم يكون في يعني اكيد يعني بعتقد لازم وزاره الصحه تعطي اذن وتعطي مثل سيرتيفيكا او شيء لهالمراكز هي حتى يعطوا الناس تتاكد، كمان هن بدورهم تتاكد. يعني انت لانه هلا رح يصير ينطلب اللقاح بالمطارات بالاماكن الرسميه، اذا لازم يكون في شيء رسمي يبرز انه انت ملقح، انه نعم. حتى يعني ما يصير في تخبيص، يعني هذا يتلقح وما يتسجل اسمه او بعدين يجي طلب من وزاره الصحه يتلقح، يعني ما يصير فيها الفوضى، يعني لازم يكون الشغله منظمه اكثر. وهلا الشغله المنيحه حسب عرفت انه في معامل ادويه بلبنان عم رح تصنع قريبا اللقاحات، وهذا شغله جيده، يعني عرفت حتى في على القليله معملين من المعامل الكبيره تبع الادويه بلبنان عم بتصنع اللقاحات. بس اي لقاحات رح يصنعوا يعني كيف؟ رح يجيبوا سبوتنيك تبع اللقاح الروسي يعني. نعم. حسب ما فهمت. فهيدي شغله جيده، يعني انه يكون في معامل لبنانيه تعمل هاللقاحات حتى نسرع شوي بالوتيره، لانه اذا بقينا مثل ما هلا نحن كثير مؤخرين يعني حتى نوصل للمطلوب. طب دكتور عندنا قدره نحن انه يتصنعوا اللقاحات بلبنان بمعامل بلبنان يعني؟ الظاهر انه في قدره، يعني انا يعني طلعت على معملين يعني ادويه بلبنان وعرفت انه الشغله جديه وعم بيحضروا حاليا تيبلشوا قريبا بتصنيع اللقاحات، اكيد بدها بضعه اشهر تيكونوا جاهزين، بس بركي بتسرع شوي الوتيره لانه بعدنا كثير متاخرين، يعني بعد في كثير ناس من القطاع الطبي والاطباء وممرضات والمسعفين وصيادله واطباء اسنان، يعني في كثير بعد من القطاع الصحي ما تلقحوا، هن الشريحه الاولى لازم تتلقحوا، والمسنين في كثير عدد كبير منهم ما تلقح، يعني بعدنا كثير
الاخرين. نعم. طب دكتور، كنت حكيت انا وياك كمان على موضوع الفاكسان للشركات الخاصه، صار عندك معلومات اوليه انه نحن كيف فينا نتاكد انه هالشركه اليوم هي ما بعرف مرخصه، هي وزاره الصحه موافقه فيما بعتقد هذا الشيء لازم ينحكى مع وزير الصحه مباشره، هو يعطينا مزبوط اي هن المصادر الموثوق فيها، لانه هن لازم هن يعطون كمان مثل شهاده مثل سيرتيفيكيت انه هول اوكي فيكم، يعني ما فينا اي شخص، لانه بتعرفي بلبنان ممكن كثير ناس يغشونا، يعني يجي يقولوا انه عندنا لقاحات وما يكون مزبوط لقاحات، فلازم يكون في شيء رسمي من قبل وزاره الصحه يحددوا لنا وين المراكز اللي اذا العالم بدها تشتري هي اللقاح وتعجل بتلقيح نفسها، انه يكون عندنا مراكز موثوق فيها ولقاحات موثوق فيها، يعني ما فينا نصدق اي شخص بيجيب لنا لقاحات، هي شغله كثير مهمه. لكن اذا نتامل من نشرات الاخبار وبالجديد انه يتبع هالموضوع لنعرف المصادر الخاصه اللي في المواطن صحيح. اللبناني يطمن لما ياخذ اللقاح منهم. دكتور، موضوع ثاني وهيك اخير سريع بدنا نحكي نحن وياك عن اليوم، في اصابه طفل عمره 10 سنين بالمستشفى وحالته خطره. صحيح. ما بعرف، خبرني شو عم بيصير بالبيت. يعني عرفت انه بمستشفى رفيق الحريري يعني ودكتور ابيض يعني اعلن حتى على السوشيال ميديا انه في حاله طفله مصابه بشكل خطير بالعينه الفائقه من الكوفيد، فيعني ما نستلشئ بوضع الاطفال، انه الاطفال ما بيلقطوا. ما عندها مشكل دكتور، ما عندها مشكل الطفله، ما عندها مشكل يعني ما عندها مشكل صحه الطفله. هلا انا ما بعرف الحاله مزبوط، هيدي بدكم تسالوا الدكتور ابيض يعني لانه هو اعلم عن الحاله، بس هي مش الحاله الوحيده، يعني صار في عده حالات اطفال، مشان هيك ما لازم نستشعر نقول انه الاطفال ما بيلقطوا الكورونا، لا بيلقطوها، يمكن اخف شوي من الكبار كعدد، بيجي اقل بكثير من، بس اذا صار في اصابات ممكن تكون كمان بعض الاصابات خطيره وممكن يفوتوا عينيه فائقه، اذا كمان هذا لازم نكون مثل ننتبه، اذا فكروا بفتح المدارس كمان انه هذا شيء منه ما نستهون فيه، مش انه نقول الاطفال ما بيلقطوا، لا فيهم يلقطوا، لازم نكون حذرين بهالموضوع كمان. يندرس كمان هلا بعد ما في دراسات بالعالم كرمال تلقيح الاطفال، لانه بعد هلا اللقاحات فوق 16 سنه، بس لازم كمان يعني هلا عم يصير في دراسات يلقحوا اطفال اصغر من 16، بس بعد هلا ما في عندنا اي لقاح ينعطى لاعمار صغيره، اذا لازم ننتبه على الاطفال وعلى اولادنا وما نقول انه هون ما بيلقطوا ونتركهم بدون اي وقايه. نعم. هي شغله كثير مهمه. نعم. اخر سؤال دكتور، بالاوباز او الاشخاص البدينين قلت لي لازم نعم يكونوا بدينين. لازم صاروا ياخذوا اكثر من كم فاكسان، كم يعني جرعه؟ هلا في دراسات كثير عم بالعالم عم بتقول انه الاشخاص اللي عندهم بادي ماس اندكس، يعني اللي عندهم سمنه زائده، يعني البادي ماس اندكس فوق ال 35، هالاشخاص عم يتبين من خلال دراسات انه ما عم بتكون كافيه جرعتين، يمكن هن بحاجه لثلاث جرعات من اللقاح تيأمنوا فعلا يعني مناعه كافيه، فهيدا كمان بيخلي انه يكون في عدد اكثر من اللقاحات بحاجه له لهالاشخاص. وجونسون يعني بتعرفي ايه كثير دراسات هلا عم بتكون قائمه كرمال كل هالامور هيدي، يعني بعد ما في شيء مثبت نهائيا، بس عم ينحكى كثير عن موضوع ثلاث لقاحات للاشخاص اللي عندهم سمنه زائده. نعم، يعني في حتى ناس يا دكتور، يعني انا امبارح قريت شيء على تويتر انه في حدا عمل فاكسان ورجع انصاب واصابته خطيره اليوم وعدي عائلته كلها، يعني بتحس بعد ما في شيء ثابت. لا لا مش هيك، هلا هي ما صار معه هالشيء لانه اخذ اللقاح، لانه هو دائما اخذوا اللقاح مع الاصابه، يعني بكون فات الفيروس على جسمه قبل ما يعمل اللقاح او بين اللقاحين بين الجرعتين، لان احنا بنعرف انه اول جرعه منها كافيه لوحدها تتامن مناعه كافيه، او بكون الشخص بعده بالبيريود انكيوبيشن بيريود اللي فات فيها الفيروس على جسمه بس بعد ما عمل عوارض. اذا هذا الشيء ممكن يحصل، مشان هيك ما نطمن بالنا الاشخاص اللي عملوا لقاح انه خلص نحن فينا نكون عادي وما نحط كمامات، بدنا نضل ننتبه وقايه، بدنا نضل ننتبه اكيد. نعم. بس انه اكيد بتصير هالشغله، ويعني يصابوا باللقاح بالمرض بين اللقاحين او بعد اول جرحه من اللقاح. نعم. بس ما بيكون ناتج عن اللقاح. نعم. لازم ننتبه لها. يعني دكتور زاهي حلو، بدي اتشكرك انا، يعني عم بتكون معي كل تنين وهالمعلومات الناس بحاجه تسمعها، خصوصا انه يعني الكورونا مرض جديد علينا، الكورونا واللقاحات. نعم. نعم. كنت عم تقولي لي كمان عن جونسون اند جونسون، قلت لك نعم صار هلا معترف فيه عالميا كمان، وبلشوا بلدان اوروبيه يستعملوا هيدا جرعه واحده، جرعه واحده بنخلص، جرعه واحده، فبيجي على لبنان بس ما بعرف ايمتى، يعني مأخر شوي ان شاء الله، يعني كمان بيتوفر حتى يصير يزيد عدد الاشخاص اللي عم يطلعوا.
كمان بيكون أسرع. ميرسي كتير دكتور زاهي حلو. طبعا ندعي الجميع يسعى أنه ياخد اللقاح بعيدا عن الفلسفات اللي عم بتصير. رح نتابع صباح اليوم والمعلومات المغلوطة بمش غلط مع ساندرا فواز. مرحبا. يعتبر الشوكولا من أكثر الأطعمة اللي بتساعد على الاسترخاء والشعور بالسعادة. لهالسبب منشوف الأشخاص اللي بيعانوا من توتر أو إرهاق أو ضغط نفسي بيلجأوا لها كوسيلة لتخفيف من هيدي المشاعر. بس شو هي العوامل اللي ما منعرفها اللي بتزيد الرغبة بتناول الشوكولا؟ بس ينقص المغنيسيوم وبعض المعادن والفيتامينات بالجسم بيصير يشتهي فرد بعض الأطعمة ومنها الشوكولا. وبتشير بعض الدراسات أنه رغبة تناول الشوكولا اللي بتعود لوجود نقص بمعدلات المغنيسيوم من الممكن معالجتها من خلال تناول الأطعمة الغنية بهالمعادن أو الاستعانة بمكملات غذائية تحت إشراف خبيرة التغذية. شعور بالتعب أيضاً بيزيد الرغبة بالشوكولا، فبيلجأ الفرد عند الأحساس بالتعب أو الإرهاق لتناول الشوكولا كوسيلة لتحفيز مستوى نشاطه. ولكن ما بتعرفوا يمكن أنه الشوكولا بتمد بالطاقة لفترة قصيرة بس. لهالسبب اختيار الفواكه المجففة والمكسرات كوجبة خفيفة غنية بالطاقة بدل من الشوكولا. وإذا كنتوا بتعانوا من إدمان الشوكولا فما إلكن إلا تتبعوا هالنصايح. أولاً مضغ العلكة كبديل بحالة التوتر وشرب الماء وأكل الفواكه والمشروبات مثل اللبن وزبدة الفول السوداني. أخيراً بقلكن غلط تحرموا حالكن الشوكولا، ومش غلط تناول الدارك شوكولت باعتدال دون الشعور بالذنب، شرط أنه ما تزيد عن 60 جرام كحد أقصى باليوم حسب الجمعية الأمريكية لسلامة القلب. هيدا كانت المعلومة المغلوطة لليوم. لاقونا بكرة بمعلومة جديدة. رح نضل طبعا بموضوع الكورونا واسمع مني وصرخة يطلقها الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة بلبنان. رح أرجع لكم ليش. إذن هيدي الصرخة يطلقها الاتحاد لطرح أولوية تلقيح المعوقين لأسباب عديدة رح نحكي عنها مع دكتور رجيم خايل زيادة مدير جمعية معا للتربية المختصة وطبعا عضو بالاتحاد. صباح الخير دكتور رجيم. صباح الخير مدام نسرين وصباح الخير لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. اليوم بلكي بعد شوي منحضر الحملة يلي قايمين فيها لحتى يكون في أولوية يعني للمعوقين أنه ياخذوا التلقيح بلكي أو يكونوا من الناس اللي بيتلقحوا بالأول لأسباب عديدة بحب أنك تذكرها اليوم. نعم مدام نسرين، بداية الحملة اللي أطلقها الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة. نعم. هالاتحاد يلي بيضم 100 مركز صحي علاجي وتأهيلي حملت عنوان حمايتهم أولويتنا. الهدف من هالحملة هو مناشدة المعنيين وخاصة وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ورئيس اللجنة الوطنية لكورونا ضرورة إلاء الأولوية لأخوتنا لتلقي اللقاح من خلال إضافة خانة خاصة على المنصة الرسمية تنقدر نكون عم نسجلهم ويكون لهم أولوية لتلقي اللقاح، لأنه فعلا الأمن الاجتماعي والصحي بخطر. هون بدي أوضح شغلة لجميع المشاهدين. نعم. أنه نحن أخوتنا يلي هن وقت نحكي ذوي إعاقة منكون نحن كاتحاد عم نحكي عن كافة الإعاقات، يعني فينا نقول إعاقة جسدية، إعاقة عقلية، إعاقة حسية، طيف التوحد وتعدد الإعاقات. طبعا ضمن الإعاقات الحسية عندنا الصم والبكم وكف البصر. الاتحاد تحت جناحه هناك 100 مؤسسة، وبهالمؤسسات عم نحكي عن 13,000 مستفيد، 13,000 شخص من اخوتنا يلي بيحملوا احتياجات خاصة. وكمان بهالمراكز هناك 6,000 شخص من العاملين، اذا كانوا اداريين، مربين، معلمين او معالجين. وقت نحكي معالجين بنحكي علاج حسي حركي، علاج نطق، بنحكي علاج انشغالي ونفسي وغيره. الحقيقة الإعاقة بحد ذاتها هي ما بتعرض الشخص ينصاب بفيروس كورونا أكثر من غيره، إنما لعدة أسباب هو بيكون عرضة لالتقاط الفيروس بشكل أسرع، وتأثير هالفيروس سلبياً عليه بيكون كثير كبير.
رعدد شوي سريعا مدام مصرين الأسباب يلي بتخليكن عرضة لالتقاط فيروس كورونا. أولا الأماكن المكتظة يلي بيعيش فيها الشخص اللي عنده إعاقة مثل دور الرعاية الداخلية ومراكز العلاج والتأهيل. كما وأنه بدي أذكر أنه نحن الشغل مع أخوتنا هو دائما عن قرب، يعني نحن الشغل معهم عن بعد أو عن طريق الأونلاين هو صعب لكثير منهم، وفي منهم كمان شبه مستحيل. لذلك ضرورة العمل معهم عن قرب مع الأخصائيين اللي ذكرتهم، إذا كان علاج نطق أو علاج حركة أو علاج تدريبي وتأهيلي. نحن أخوتنا ما عندهم صعوبة كتير كبيرة إنهم يرتديوا القناع الواقي، بالإضافة إلى أخذ التدابير الوقائية مثل غسل اليدين بشكل متكرر. ونحن دائماً العمل معهم بده يكون عن قرب، يعني نحن المسافة يعني اللي يعني أنتم كمان بحاجة دكتور أنكم تاخذوا اللقاح معهم لأنكم بتهتموا فيهم. نعم نعم. خلينا نحن وياك دكتور ثواني هيك نشوف الفيديو وبرجع بتابع. نعم. تعرفوا أنه أكثر من مليار شخص أو تقريباً 15% من سكان العالم عندهم نوع من أنواع الإعاقة؟ تعرفوا أنه الأشخاص ذوي الإعاقة هن الأكثر تأثراً بكورونا؟ ضروري نعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة باللقاح ضد كورونا تنحميهم من الخطر. دكتور روجي قلتوا أنه ذوي الإعاقة هال 13,000 تقريبا شخص عنا بلبنان هن أكثر عرضة لينصابوا بالكورونا، ليه؟ لأنه عندهم مشاكل صحية كمان؟ نعم نعم، كنت عم بعدد الأسباب ومن ضمنهم المشاكل الصحية اللي بيعانوا منها بالتوازي مع الصعوبات اللي عندهم إياها. يعني نحن الأكثرية من أخوتنا فينا نقول 75% منهم هن عندهم نقص بالمناعة، وهذا الشيء بيعرضهم أنهم يلتقطوا الفيروس بشكل أسرع وأكثر من الناس يلي ما عندهم مشاكل صحية. كما وأنه هن بيعانوا من سمنة زايدة، بيعانوا من مشاكل قلب وشرايين وأمراض السرطان. نعم. مشان هيك نحن ضروري ضروري من الأولوية أنه نكون عم نعطيهم اللقاح تنحميهم، وبالتالي نحمي العاملين بدور الرعاية تنقدر نستكمل العمل معهم عن بعد عن قرب، لأنه العمل معهم عن بعد هو جدا صعب لألهم ولأهلهم وما بيعطي النتيجة اللي نحن نتمنيها من خلال العلاج. نحن قلنا مدام نسرين أكثر من سنة عم نشتغل معهم عن بعد وهن بعزلة للحقيقة. هون بدي أقول إنه نحن أكثر من أخوتنا بمراكز دور الرعاية والمؤسسات التأهيلية خسرناهم بجائحة كورونا بالأشهر اللي مضيت. نعم. وخاصة يلي بيعانوا من متلازمة داون، لأنه هن ناس عندهم مشاكل صحية كتير كبيرة. الحقيقة الهدف من هالحملة يلي أطلق الاتحاد الوطني وأطلق الفيديو يلي هلأ من شوي شفناه هو رفع الصوت ورفع صرخة بتذكر المجتمع أنه أخوتنا هن شريحة أساسية بالمجتمع اللبناني. طبعا أكيد هن نعم هن بشكل 10% من المجتمع، وهن بحاجة لدعم من الدولة والمجتمع والأفراد. أنا مثل ما دائما بقول طبعا باسم الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، نحن بنشكر كل الناس اللي عم تسعى معنا وعم ترفع الصوت معنا وعم بتطالب بأنه يكونوا أخوتنا عم يطلقوا اللقاح، إذا كان من أفراد أو كان من هيئات داعمة وغيره. نحن خلينا ندعي دكتور كمان أنه بالخانة بخانة التسجيل للقاح ما في خانة للمعوقين أنه ليكون عندهم هيدي الأولوية كمان زيادة هيدي الفئة. نعم نعم نسرين، نحن وقت اللي عم نجي نسجل أخوتنا أقله، وأنا بحكي عن المؤسسة اللي أنا أقوم برعايتها، أنا عندي عدد من أخوتنا هن أعمارهم كبيرة وهن أيتام وحالات اجتماعية، طبعا هن على مسؤولية المؤسسة. أنا شخصيا دخلت تسجلهم على المنصة، ما قدرنا نميز لهم حالاتهم وحاجاتهم ومشاكلهم المزمنة. نحن منطالب هيدا اللي عم بيطالب في الاتحاد، إنه إضافة خانة على المنصة الرسمية نكون عم نحدد شو المشاكل الصحية وشو أنواع الإعاقة اللي عندهم إياها أخوتنا، تنكون عم نصنفهم شوي فيكون لهم أولوية بتلقي اللقاح. أنا اللي بدي أقوله إنه نحن مثل ما دائما نحن منقول إنه نحن صوت لأخوتنا، نحن ما رح نسكت أبدا، نحن رح نكون صوت وين ما كان، ونحن صوتكم كمان، يعني نحن كمان دورنا إنه نوصل هيدا طبعاً. الصوت لنوصل لحل سريع. سريع. أنا بشكر محطة الجديد على الاستضافة وتسليط الضوء على هالصرخة الإنسانية. نحن نسرين دائما ورح نكون
صوت الأبكم وبصر الضرير وحركة المقعد وتفكير من يعاني من قصور ذهني إلى الأبد. أخوتنا هني أماني، أماني علينا، وهن من مسؤولية الدولة اللبنانية الكريمة، وواجب عليها أن تكون عم تأمنهم اللقاح. نحن من أول ما الدولة اللبنانية بلشت تحكي بموضوع الفاكسان سارع الاتحاد الوطني مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي الشرفية مشكور، وسعادة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، إلى مناشدة وزير الصحة العامة بضرورة إلاء أخوتنا الأولوية بتلقي اللقاح من خلال مراسلات من العام 2020، يعني آخر مراسلة حتى كان بتحمل الرقم 160 على 2020، نشدنا فيها أنه نكون عم يرجلنا أسماءهم بأولوية تلقي اللقاح، كما وأنه نحن بنشكر كل المراكز يلي هلأ أثناء اعتمدت لتلقي اللقاح. أنا زرت كذا شكراً مركز. شكراً دكتور. وشكرت أنه أخذين بعين الاعتبار تسهيل الوصول لأخوتنا، على أمل أنه يكون عنا إطلالة، نكون عم نبشر الناس أنه نحن أخوتنا تلقوا اللقاح وصار خاني على المنصة. نعم دكتور رجيم خايل زيادة يعطيك ألف عافية، ونحن طبعا رح نضلنا معكم ليوصل الصوت. رح نتابع صباح اليوم ورنعرف أكثر عن برودكت كانا جولد السحري، رح نتابع بعد لحظات. بالاستوديو بدي رحب بلوسي اللي هي طبعا هي مبتكرة لهيدا الكانا جولد، لهالبرودكت يلي بهوليوود عمل أزمة كبيرة، أزمة إيجابية إذا فينا نقول. صباح الخير لوسي. بونجور نسرين. لوسي اليوم يعني صلنا أسابيع عم نحكي عن الكانا جولد، حكينا عن كذا آيتم أو كذا، اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم بدنا نركز، إذا ساعدنا الوقت بدي أحكي عن أربع أشياء. بدنا نركز على الماجنتيك ماسك، الديب فيشل بيل، وبدنا نحكي كمان عن ست عنا إياها كتير مميزة، هي هوليوود سيليبريتي ست، بالإضافة لنيو آيتم من الكانا جولد نزل هو نيل هاردنينج، سو في نورشينج نيل بوليش يس نزل جديد. أوكي. أنت أول واحدة بتبدأ بيطلعلك واحد. سو هيدا كمان نيو آيتم نزل عنا. سو حنركز على هولي قد ما بقدر أحكي عنهم حقدر. منبلش بشو؟ منبلش بالديب فيشل بيل. ديب فيشل بيل مثل ما بتعرفي العالم دايما بنسمع أنه بدي روح أعمل ديب فيشل، أشر وجهي ليعطي النضارة ليروح التجاعيد، إذا كان عندك بقايا حب شباب ليروحهم، بالإضافة للتاشات اللي عنا إياهم اللي بيكون المحل ديسكولوريشن بنقول، يعني بيكون في محل بالجلد أسمر من الثاني، الوجه ما بيكون لون واحد يعني. اكزاكتلي بيكون هيدا من عوامل الهرمون، يعني لما الهرمون عند النساء أو الرجال بيتغير بيصير نحن عنا هيدا فرق اللون بالوجه، بالإضافة للسترس للبوليوشن اللي عن نحن نتعرض عليه في التلوث، وبالإضافة كمان إنه الكولاجين بيقل بالوجه، بالإضافة للشمس، عوامل أشعة الشمس اللي نحن بنظهر كتير من غير حماية، ونحن من نوع اللي بنحب نعمل برونزاج وهيك أشياء. سو هيدول كلياتهم بتسمعي إنه بدي روح أعمل ديب فيشل بيل، ديب فيشل كيميكال بيل. نحن لما بنحكي عن ديب فيشل كيميكال بيل اوريدي نحن فتنا هون بكيميكال بروسيجر، يعني نحن فتنا باسيد، فتنا بحرق بشره، فتنا بانه عم نقشر اول جلده نطلع الجلده اللي تحت البشره الجديده اللي هي بتكون لونها أفتح، اللي هي بتكون العوامل الشمس بعدها ما ضربتها، اللي بتكون إذا عنا أول جلد هي عليها الأكني سكار اللي بنقول حب الشباب أو بقايا حب اللي عندك إياها، بتكون هيديك أنعم. بس نحن بنفس الوقت عم نستخدم كتير أنواع من الأسيد لايك ألفا وبيتا أسيدز، هول الأسيدز بيحرقوا البشرة، يعني نحن لنقدر نعطي هالنتيجة الجلو ونقيم التجاعيد عن الطبقة الأولانية نحن منكون بدنا نقشر أول جلدة لنقدر نعمل penetration للمواد اللي بدها تنحط للجلدة تحت. بهالطريقة أنت عم تكوني عم تأذي البشرة بس بنفس الوقت عم تعطيها treatment. نحن بكانا جولد we created something called deep facial peel، بس هو actually إذا بتشوفيه acid jelly، يعني هو
معمول كتير من مواد طبيعية، مثل عنا الجرين تي، عنا الجريب فروت أسيد، مع عندي كمان الأبل أسيد، اللي هن بيعملوا نفس الشيء الألفا والبتا أسيد مع الكارت سيدز، بالإضافة للكافيار والجولد. التقنية اللي انعملت بالنانو تكنولوجي هي بتعطي نفس الإفيه اللي نحن بنعمله قد ديب فيشل بيل، لأنه نحن عم نحاول نوصل كل هالإنجريدينتس للطبقة التحتانية، بس من غير ما نقشر، من غير ما يكون عندك هيدي الرفنس. يعني إذا بتعرفي لما بنعمل نحن بيل، أو حتى القشرة، البشرة حساسة حتى. مزبوط. نحن حتى القشرة اللي مستخدمها بنهار ضمن البيت، بيقولوا لك بدي أعمل سكراب. السكراب أنت بتكون إنه مفكرة حالك أنت عم تقشري الجلدة، عم تروحي الديد سيلز، بس أنت بتكوني عم تجرحي الجلدة، لأنه وجهك مش كل المطارح الخلايا الميتة موجودة بنفس الكمية. يعني يمكن أنا يكون عندي مطارح هوني أكتر، يمكن هوني ما يكون عندي، بس أنا لما عم بعمل تقنية السكراب عم بعملها على وجهي، هالطريقة الموشن اللي عم بعملها، أنا عم جرح كل الوجه بنفس المجرح، بنفس الطريقة. سو محلات اللي أنا ما عندي داد سيلز عم تأذيها، عم بأذي البشرة التحتانية، بس أنا ما بكون عارفاني. عشان هيك بنصير في عنا احمرار، وبصير عندك في ألرجي، وبتلاقي ناس احمر وجهن، في ناس بصير حتى بصير عندهم تجاعيد زيادة. سو تقنية الديب فيشل من كانا جولد، نحن عنا إياه بتحطيه جل، لما تحطيه بتتركيه 5 دقائق. هو الأسس اللي بقلبه والإنجريدينس من الجولد، من الذهب، اللي هو بيتغلغل بالجلد، أجين بيقوي الدورة الدموية، بيعمل مور بروديوسينج للكولاجين عنا، بيخلي الجلد يصير كتير مطاط، ويخليه يصير عنده ليونة. لما نحن بنعمل الموشن من بعدها اللي هي السكرابينج تبعه للوجه، نحن ما بنكون عم نأذي الجلد، بيكون بس عم يتأشر معنا الجلد اللي هو ميت، اللي هو لازم يروح، نحن بكون عم نقشره. لأنه بهالطريقة نحن محطينا الأوميجا 3 الموجودة بكمية كبيرة بالكافيار الأسود مع الذهب مع الأذر ألفا وبيتا أسيدز، نحن بهالطريقة نحن غزينا البشرة، عطيناها مرونة. سو هلأ البشرة صارت بتاخد وبتعطي. صرت هذا الجل، هذا الجل نستعمله كل يوم ولا لا؟ مرة لمرتين بالأسبوع حسب ما نحن، يعني إذا كانت بشرتك مش كتير كتير تعبانة نعمل مرة بالأسبوع is enough. إذا بشرتي كتير 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 تعبانة، ساعتها أنا بستخدمه مرتين بالأسبوع. حلو. لحد ما حس، يعني ممكن أول أسبوعين نستخدمه مرتين، بعدين تلت أسبوع نستخدمه مرة، لحد ما تحسي بشرتك إنه صارت إنه نضرة، بيعطيك instant glow، لأنه الذهب دغري بيعطي instant glow. سو بشرتك بتكون نضرة، بتكون عندك حيوية، بنفس الوقت بتحسي جلدك ناعم، الفاين لاينز اللي بنشوفهم هول الخيوط الرفيعة بتروح دغري، يعني من أول مرة حتحسي الخيوط راحت. بالإضافة إنه أنت بتلاقي البشرة إنه صار ما بقى فيها داد سيلز، يعني إذا عملتي من بعدها مرة تانية لأول تاني نهار ما حيطلع معك شيء. هذا الشيء الحلو، إنه مش أنا كل ما عم بعمل سكراب يلا بدي أقيم طبقة من الجلد، نحن هيك عم نأذي الجلد. سو هيدي التقنية هيدي لازم ينتبهوا لها سيدات، يعني قصة لأنه كله بفكر إنه عم بيقشر. إيه بتفكري أنت إنه عم تقشر، إنه ياي كتير منيح أنا هلا قامت الأوساخ عن وجهي، وبتحسي أنت بتحسي إنه وجهي صار نظيف. لا هو منه نظيف، أنت الاحتكاك الزايد اللي عم تعمليه بين إيدك وبين البرودوي اللي عم تحطيه على وجهك، خلايا البشرة اللي موجودة بالفيس عم تعمل actually more irritation، وبتخلق لك مشاكل من بعدها ما منلاحظها بوقتها بس منلاحظها من بعدها. هذا أول برودوي بدنا نحكي عنه. الثاني اللي أنا بحبه كتير وبحسه أنه يعني مميز هو الجولد ماجنتيك ماسك. يعني نحن سامعين عن شيء اسمه يمكن الماسك تبعه للمض، بقولوا لك المينرال دتسي تبعه للبحر الأحمر. أوكي. بس ننتي ما سمعت إذا نحن we combine هيدي التقنية مع the iron particles، يعني هن جزيئات الحديد، وعندنا نحن iron particles وحطينا مع الجولد، كمان الجولد بينعد معدن. بس لما منجيب الماجنت نحن منحط بهيدا الماسك، هو طبقة بتحطيها على الوجه، فعاليته بتكون فورية وفعاليته بتكون على كذا صعيد. يعني ما حتصدقي نسرين قديش بيعطي نتيجة من أول مرة. منحطه نحن على الوجه 15 دقيقة، نحن أكيد بالسبا عنا بهوليوود وبيفرلي هيلز بنستخدمه دايما بالسبا بيصير.
بالكلينيك عندنا بنستخدمه قبل الريد كاربت لانه بيعطي انستنت جلو. انستنت جلو بيعمل دايركتلي تايتنينج، بشد الوجه وبيسكر المسامات المفتوحه الكبيره. نحن بنعرف انه المسامات لما تكون كبيره عندك بالوجه يعني معناتها بشره تعبانه اكثر، يعني معناتها انت عندك ارهاق اكثر، معناتها ببين التعابير ومعالم التعب والشيخوخه اكثر. سو عشان هيك هيدا الماسك الحلو فيه انه بنستخدم الايرون بارتيكلز وبنعطي بالعربي عم بتدرب عليها هي فيلد الكتروماجنتيك فيلد، هو كهرومغناطيسي. يعني نحن هذا شو ماسك اسبوعي كمان؟ ماسك اسبوعي. نحن بهيدي الطريقه شو بنكون عم نعمل؟ نحن لما جبنا الماجنت بنلف الماجنت بمحرمه او شقفه كثير تكون شاشه او شقفه تكون الست عندها اياها بالبيت كثير مطهره وكثير انه نعمه، هيدا الماجنت ما حيدقر الوجه ابدا. نحن حطينا الماسك، انت حتشوفي وجهك اسود صار من وراء هالماسك، بس انت بتمرقيه فوق الوجه بطريقة حتصير تحسي في تينكلينج، يعني في تدغدغ بالوجه. ليش؟ لأنه نحن الماجنت لما عم نمرقه عم يسحب الايرون بارتيكلز من الوجه من الوجه، بس مع الايرون بارتيكلز لما عم تنسحب نحن بنفس الوقت شو عم نعمل؟ عم نسحب كل الاوساخ كل السموم التوكسنز. نحن عم نعمل تفتيح للبورز وبعدين شرينكينج للبورز، يعني نحن عم نفتح المسام ليفوت الجولد زياده والانجريدينتس اللي هي مثل جرين تي سي ويد الكوكو اكسترا كلياتهم عم ندفشهم لجوا بهال الفيلد الكهرومغناطيسي اللي حطيناه على الوجه، عم ندفشهم لجوا بس بنفس الوقت عم نرجع بنعمل ساكينج، يعني عم نعملهم شرينكينج نسحبهم وبنسحب الديرتس وبنعمل تايتنينج للبورز. سو بيرجع من بعد الوجه بيعطي يعني حتحسيه عمل مثل في شيب، عمل كونتورينج. واو كونتورينج كونتورينج بيعمل كونتورينج، يعني مجرد انت اذا حطيتيه من هون الفيس دغري حيعمل كونتورينج، حيشد الوجه وانت حتحسي، يعني انت بساعه ساعه انت عم تمرقيه. ونحن دائما بنقول لما بدنا نمرق الماسك بدنا نمرقه من تحت لفوق، يعني بدنا نبلش كونتورينج فروم داون تو اب، كمان الوجه من هون فروم داون تو اب، العيون نفس الشيء فروم داون تو اب، من هون كمان نفس الشيء اون ذا رايت سايد بنعمل، ما بنعمل هيك يعني بنستخدم السنتر تبعون الفيس از السنتر ان هير، وان سايد از رايت والسايد الثاني از ليفت. حتى الرقبه نحن لما بدنا نعمل تقنيه كمان بدنا نعملها نفس الشيء رايت ليفت، لانه نحن عندنا بالنص هون عضله وفي عندنا عضلتين هون اللي بشدوا الرقبه لورا. سو اذا بدنا نعمل كونتورنج للفيس دائما بدنا نعمل سيمتريك انه وجهنا مقسوم بالنص ليفت ورايت حتى يكون عندك كل سايد لحاله. بتعرفي خلص وقتنا، معقول تحكي بعشر ثواني عن عن بحكي بعشر ثواني عن عن النيو ايتم اللي هو بنحكي عنه بديتيل بعدين، بس هو النيل هاردنس. بتعرفي كل النساء هلا بيتكسروا ضفيرهم، الجلي الاشياء اللي بنستخدمها من كيميكلز بتؤدي لتكسر تقصف الضفير، وهلا في برودويات كثير بس ما بتكون فعاله وخاصه النساء اللي بتستخدم الاكل ريك بتستخدم اوريدي كمان للجلش. هيدا مش بس مقوي وحمايه وكله ناتشورال انجريدينتس ومعمول كمان بنفس التقنيه نانو تكنولوجي مع الاو 3 اللي هو اكيد اذا حطينا الاو 3 مع النانو تكنولوجي مع تسع انواع زيوت حيكون كثير افكتيف من ثاني مره. ما حقول لهم من اول مره، من ثاني مره بحطوه. بنحكي بلكي الاسبوع الجاي لوسي عن هيدا البرودكت. بتشكرك، بشوفك انا تنين الجاي، وبدي ادعي كل الناس انه الارقام عم تقطع بكعب الشاشه اذا بتحبوا طبعا تطلبوا الكانا جولد هالبرودكت من كل انحاء العالم. راح نتابع طبعا، وبهاللحظات راح نحكي اليوم عن مبادره اطلقتها جمعيه عياش الطفوله اللي اسسها الفنان رامي عياش لتعليم الاطفال الاقل حظا. وخليني يعني اختصر هالجمعيه بكلمه، عياش طفوله بتشبه لبنان اللي بنحلم فيه، كونها بتتكفل بتعليم الاطفال من شمال لبنان إلى جنوبه بعيدا عن الطائفة والانتماء أو أي سؤال من هالأسئلة السخيفة اللي لبنان ماشي فيها. اليوم الجمعية تطلق مبادرة رح نحكي عنها مع المهندسة ميرنا شعبان مديرة جمعية عياش الطفولة. صباح الخير ميرنا. صباح الخير، شكرا كثير على الاستضافة.
أهلا وسهلا ميرنا. خبريني اليوم، يعني أنتوا اليوم أطلقتوا مبادرة مهمة كتير، ولكن قبل خلينا هيك سريعا نقول للناس عياش الطفولة قدي صار لها، تأسست أمتى، يعني خبرينا هيك نبذة عن جمعية عياش الطفولة اللي أسسها الفنان رامي عياش. عياش الطفولة تأسست سنة 2009 بمبادرة فردية من رامي عياش، وهو حلم كان يراوده من بداياته، وهي شغلة صراحة كانت كثير مميزة إنه فنان بقيمته يفكر مش بس بالشق الفني بمسيرته، ولكن أيضا بالشق الإنساني. نعم. اللي يمكن بيعطي سعادة أكبر. نعم نعم. ميرنا خلينا نقول عياش الطفولة بتعلم الأطفال مثل ما قلت الأقل حظا، بتتكفل بكل يعني مصاريفهم من البيبوج للطربوش مثل ما بنقول، ومثل ما بعرف في لجنة اليوم بتتكفل باختيار هول الأطفال بناء طبعا على طلب الأهل. خلينا هيك تعي أنا وأنت نتعرف ونعرف الناس على جمعية عياش الطفولة من خلال هيدا الفيديو. ما كنت عارف حلم الطفولة ممكن يتحقق بهالصدى، اجني محبة الناس وقف على أهم المسارح ويعلى صوت الزئيف على كل خوف من بكرة. اتخذت بالنجاح وافتكرت هيدي كل الدنيا، بس لحظة، مع الوقت فهمت انه نجاحنا بالحياة مش هيك منختصره، النجاح انك تأثر، التأثير أبقى وأقوى من النجومية. النجاح الحقيقي بحياتي بختصره اليوم بإدخال الفرحة لقلوب مكسورة، إني أزرع أمل ببكرة أحلى، إنه ساهم بتنشئة جيل صالح. النجاح الحقيقي إلي اليوم ما بيتحقق إلا إذا ساهمنا برسم حلمهم، ما بيتحقق إلا إذا وهبناهن أدنى حقوقهم اللي هو العلم. هيدا السلاح الوحيد اللي بيبني مستقبلهم ومستقبل وطننا. مع الوقت تأكدت إنه مهمتي كفنان ما بتكمل إلا إذا الإنسان اللي فيه غلب الفنان. اليوم حلمي الكبير عياش الطفولة. عياش الطفولة جمعية بتهتم بتأمين التعليم المجاني للأطفال الأقل حظاً بالمجتمع. أسسها البوب ستار رامي عياش سنة 2009 من 60 طفل بوقتها. صارت عياش الطفولة بتهتم ب 500 ولد من ناحية الأقساط والقرطاسية والنقليات وكل مستلزمات الدراسة. تهتم الجمعية أيضاً بالجانب الترفيهي بالأعياد والمناسبات، من دون ما ننسى الشق الموسيقي الأكاديمي. وساهمت مع ليبام بتأمين مركز للتعليم الموسيقي المجاني للأطفال من خلال تأمين الأكل الموسيقي. عيش الطفولة إلى هاللمسة الخاصة بفضل مديرها ورئيسها ومؤسسها صديقنا رامي عياش، اللي ما في زوم عاد يفسر مدى حبه للموسيقى، بس كمان مفيد انه واحد يركز مدى احتضانه للطاقات الشبابيه اللي عم تبدا. ميرنا بعدك معي على الهواء. طبعا مسيرة كبيرة وأعمال كبيرة قدمت عياش الطفولة خلال هالسنوات الطويلة. ميرنا خبرينا كيف يعني عياش الطفولة كيف معيشة حالة؟ نسرين صراحة نحن لليوم كعياش الطفولة صرنا مندعم تقريبا 2000 طالب بتحصيلهم العلمي. صرنا عم نشتغل على المساعدات العينية بتعرفي بسبب الوضع. المدرسة الكونسيرفاتوار اللي بيقدم كمان دروس مجانية بالموسيقى، وما بدنا ننسى النشاطات الفنية الدورية اللي بنقوم فيها خلال السنة. للأسف يعني الوضع كتير صعب. كل البرامج اللي انت شفتيهم لحد هلأ هني مدعومين مباشرة من رامي شخصيا ومن الحفلات. ولكن يعني بإدارة الجمعية قررنا أنه نخفف شوي الحمل عن رامي، ونفتح شوي بوابنا للمؤسسات المحلية، المنظمات العالمية، المغتربين، فنتساعد ونحط إيدينا بإيدين بعض تنقدر نكمل هالمسيرة سوا. طبعا لأنه صار الحمل كتير كبير. اليوم ميرنا أطلقتوا حملة اللي هي A Window of Opportunity، ياريت تخبريني عنها هالمبادرة الإنسانية الحلوة كتير. صحيح، Window of Opportunity هي
برنامج لدعم الأطفال أو الطلاب اللي عندهم شهادات رسمية، يعني الصف التاسع البروفي والصف الثاني عشر التيرمينال. بتعرفي بعد شوية إحصاءات قمنا فيها لقينا أنه الأولاد الطلاب عم بيواجهوا صعوبة بالمواد العلمية. نعم. فقررنا أنه هيدا البرنامج يكون موجه لدعمهم بالمواد العلمية. عم نحكي أربع مواد اللي هن بيولوجي، كيمستري، فيزيكس وماث. الطلاب رح يكون مقسم الدعم لإلهم على مرحلتين. أول مرحلة رح تكون بفرصة الربيع، بتعرفي بيكون خف شوي اللود على الأساتذة وعلى الطلاب. نعم. بياخدوا كل البروغرام من أول السنة لهلأ. المرحلة الثانية بتكون أول الصيفية، يعني قبل الامتحانات بياخدوا كل البروغرام وبيعطون الأساتذة شو ممكن يجيون بالامتحانات الرسمية. طب ميرنا، كيف الأولاد بيقدروا يتسجلوا أو كيف التلاميذ بيقدروا يعرفوا ليكونوا بارت من هيدي الحملة؟ كيف يستفيدوا؟ نعم، بدي أطلب من الجميع أنه يفوتوا على صفحة Window of Opportunity، يعملوا لايك للصفحة. هونيك بيلاقوا فورم لازم يعبوها. الفورم مقسومة لقسمين، في فورم للأساتذة اللي هن رح يكونوا كمان هيدي شغلة بهيدي المبادرة، كمان في دعم للأساتذة لأنه الشغل رح يكون مدفوع الأجر. وبدي أطلب من الأساتذة اللي بيعلموا الصف الترمينال أنه يكونوا كتار شوي ويعبوا الفورم. الشق الثاني هو اللي الفورم اللي للطلاب grade 9 and grade 12، بيعبوا الفورم. وبدي اذكر هون انه ما في سيلكشن للطلاب، يعني اي طالب بيعبي هيدي الاستماره هو دايركتلي بفوت على البروجرام. في لينك واتساب، بتمنى كمان انه يفوتوا على هيدا اللينك، هيك التواصل معهم بيصير اسهل. نعم. وما في عدد معين، يعني بيقدر يكون العدد قد ما كان كبير، يعني ما في ليمت للعدد، لانه ممكن كثير تلاميذ اليوم يتحمسوا يفوتوا لانه عندهم عذابات اونلاين، مش عم بيقدروا يفهموا كل المواد بشكل واضح. يعني للاسف انا على طول بقول للتلاميذ اللي بنشتغل معهم انه نحن بدنا نجرب شو موجود عنا نقدر نشتغل فيه. بعرف انه الوضع صعب، وبعرف انه زهقانين من الاونلاين، وبعرف انه هيدا الموضوع عملهم يمكن ستريس زياده، بس نحن بهمنا انه نكمل، ما فينا نوقف. يعني بدنا نجرب قد ما فينا انه بالوضع اللي نحن فيه نقدر نساعد. الشغله المنيحه اللي نحن عاملينها بهيدا البرنامج انه اي ولد اي طالب بفوت بعبي الاستماره راح يكون موجود معنا. السيشن راح تكون مدتها بس 40 دقيقة، يعني ما راح يمل منها. نعم. وبكل السيشن راح يكون في بس 12 طالب، يعني الطالب اللي عنده أي سؤال أو أي مداخلة راح يكون عنده الوقت إنه هو يسأل. نعم. ما بعرف ميرنا شو بعد ممكن نقول عن مشاريع جديدة، وبفضل يعني هيك تخبريني إذا في شيء جديد ممكن بعد تعملوا لتلاميذ لبنان وهالمبادرة الفريدة اللي بتعملها عياش الطفولة، لأنه الدولة مش سألانة على تلاميذ لبنان بوقت العلم هو سلاح، هو أساس. صحيح. هلأ عطول عنا مشاريع جديدة، بس خليني بعد أقول شغلة عن Window of Opportunity. عدا الدعم الأكاديمي اللي رح نقدمه لهيدا للطلاب اللي عندهم شهادات رسمية، في عنا شق كتير مهم اللي هو الشق النفسي. نعم. فكمان بتمنى من كل الطلاب لهيدول الصفوف حتى لو ما بدهم يفوتوا بالبروغرام يفوتوا على Window of Opportunity باي عياش الطفولة، يعملوا لايك، لأنه هي رح تكون منصة مفتوحة للجميع. أي طالب بيكون يمكن عم يدرس عنده أي سؤال، مثل ما نحن منقول بالعربي علق بأي شغلة، رح يلاقي مين يساعده. نعم. يحط السؤال على الصفحة تبع الجمعية، والأساتذة الموجودين معنا على الصفحة حسب كل اختصاص كل واحد هو بيجاوبه عن هيدا السؤال. نعم. بالإضافة لهيدا الشيء نحن رح يكون عنا فيديوهات دورية دعم نفسي لهالطلاب، فيديوهات إذا بدك motivational videos تعلمهم كيف هن يحضروا حالهم للامتحانات، تعطيهم تولز وتكنيكس كيف هن يقدروا يدرسوا، كيف يكونوا جاهزين للامتحانات، كيف يعملوا دي ستريس ليوصلوا لهالمرحلة هيك برواق أكثر إذا فينا. ميرنا بدي أتشكرك، بدي أحييك وحيي كل القيمين بجمعية عياش الطفولة، حيي الفنان رامي عياش، ويعطيكم ألف عافية، والله يكثر من أمثال يعني هالجمعيات يلي لولاها، يمكن لولا هالخير اللي بتقدموه لبنان ما قدر يقف على إجري ويكمل.
شكرا لك كثير. نسيم كمان بدي اطلب من الجميع يعملوا فولو لايك لعياش الطفوله بيج، لانه نحن هلا اطلقنا ويندو اوف اوبورتونيتي اللي هي يمكن مخصصه بسكشن معين عمر معين، بس قريبا رح تشوفوا دوريا في على طول برامج رح تنزل، فبتمنى ان الجميع يعملوا لايك للبيج. نعم شكرا ميرنا شعبان، يعطيكم الف عافيه. رح نتابع صباح اليوم بالفقره الاخيره شو الاخبار مع رفائيل. يعني فاينلي اجى حدا يزورني باستوديو، يعني حس بالوحده بالتوحد لحالي. هلا كنت معك ضيفه، ليه عم تعملي؟ لا حدا منكم انتم يعني منا وفينا. كيف كريف؟ انا منيحه انت؟ وانا كمان مبسوطه انه اكون معك، اصلا هيك الانتراكشن على البلاتو بتكون كثير احلى. يعني اخبار فنيه، شو الوضع؟ في اخبار فنيه في اخبار فنيه، لانه الفنانين مثل كل الناس اقتنعوا لازم نقاتل ولازم نكمل ولازم نكون موجودين على الساحه. هلا دائما انا كل مره بقول نفس الحكيات، انه اوقات يمكن الناس بهذا الوضع اللي هي فيه بتحس حالها يمكن شوي بعيده عن هذا الجو، بس كمان الفنان مثله مثلنا اصلا بده يكمل مثل ما نحن عم نجرب نكمل، وبلس انه هلا يعني بلشنا نقرب على الصيف على امل انه هيك كورونا عم نطلع منها شوي شوي. هلا اللي كتبوا صبح دكتور فراس ابيض ما كثير بيطمن انه المنحه تصاعد يعني. بس على امل انه هيك شوي الطقس يساعدنا. بدي اقول شيء مش طبي او مش علمي، على امل انه الشوب يمكن امبارح يعني. في دكتوره من اللجنه الصحيه بالعلميه بوزاره الصحه قالت انه المفروض هلا من هون لشي 10 ايام نروح بوتيره كثير اسرع، وعلى امل انه هيك نكون كثير سريعين لحتى نبلش نتخطى هذا المشروع. بكل الاحوال بعيدا عن كورونا بدي بلش بمجموعه من الاخبار. اول خبر عن الفنان وليد توفيق اللي اعلن انه هو من بعد مؤخرا رفض 15 عمل عرضوا عليه لاعمال دراميه وتمثيليه. اعتبر انه هو هذا الرفض بيجي اجى نتيجه انه هو منه كان مقتنع انه هذه النصوص مناسبه له عفوا، او بتضيف على نتاجه الفني او على مسيرته الغنائيه والفنيه. وهو قال انه في نقاشات مع اثنين اصدقاء له قبل ما يكونوا هن زملاء بالفن، وهن الممثل عابد فهد والفنان ياسر العظمي، اللي قالوا انه هن عم يشتغلوا ثلاثتهم على قصه على عمل بيكون كثير صغير من بس من 10 حلقات. طرحوا الفكره على المنتج صادق الصباح اللي كثير تحمس له بعد ما في شيء على الورق، ما في شيء حقيقي، ولكن الفكرة عم تتبلور بطريقة ما تتكون عم تتناول موضوع اجتماعي، وهن بيشاركوا فيه ثلاثتهم علما أنه في صداقة بتجمع عابد فهد بوليد توفيق وهي من زمان. بدي أقول تضيف شغلة هون، أنه هو قال انه من سنه ال 95 كان اخر عمل تمثيلي له هو فيلم وداعا للعزوبيه، وهو هذا كان اخر عمل شارك فيه، وكل هذه السنوات ما شارك بشيء ابدا لسبب انه ولا مره لقى نتاج او برودكت فني بيتناسب مع مسيرته او بضيف عليها. بدي اقول انه وليد توفيق عن جد من هول الفنانين اللي بيقوا دائما هيك على بركه، بتحسيه بركه، صوته حلو مهضوم، بتلتقي فيه بالمناسبات، حدا عن جد سوبر محترم. سوري ما كبرت الخسه ابدا. محترم مع كل الزملاء كمان ريف، مع كل الفنانين بيدعم يعني. واذا بتحضري له حفله نسريا خفيف مهضوم، جوه كثير حلو وكثير فريش وفي حياه، وبالعكس نحن كثير انبسط نرجع نشوفه هلا بعمل، لانه عن جد كمان نحن بحاجه للترفيه، خاصه انه التيفيات اليوم صارت الملاذ الاخير للناس بعد كل هذه الازمات اللي عم نمرق فيها. من هونيك بدي اروح لعند شيرين، فنانه شيرين عبد الوهاب اللي بعد طول غياب يعني خلينا نقول وانقطاع عن السوشيال ميديا، لو بتعرفي هي كل مره بتطلع على السوشيال ميديا بتخبص خبصه صغيره بشي مكان ما يعني، قررت ترجع هلا مؤخرا على السوشيال ميديا، وهي اعلنت للفانس تبعها لانه هي بعد بكره نهار الاربعاء رح بتكون متواجده على التويتر ورح تجاوب على كل الاسئله وعلى بلاتفورم ثانيه كمان، لتقول لكل الناس اي شيء على بالهم يسالوها عنا، اي شيء على بالهم يحكوها فيه، وهي جاهزه. من اللحظه اللي اعلنت فيها هذا البوست بلشت الاسئله، امتى حتكون حفلتك مع شيرين؟ حتغني تيتر لمسلسل ثاني؟ عندك اغنيه باللبناني؟ شو عامله ديو مع حدا؟ ما ردت على هدول، حمست الناس ل 17 شهر. بدي اقول انه 17 يعني هلا بعد يومين 100%. اللي بدي اقوله انه شيرين يعني اصلا كان صار لها فتره غايبه، طلع كثير اشاعات العلاقه بزوجها وبالحياه وبالطلاق وبالاولاد وبكل هدول الازمات. مره جديده شيرين دائما هيك تعودنا عليها فنانه، غير انها فنانه كثير حساسه، ويمكن هذه الازمات ضرت فيها كثير. بكل الاحوال كانت منيحه هذه البريك، ان شاء الله ترجع هيك متماسكه، لانه الناس تقطع على اشياء صغار. بتعرفي انا بكل هول اللي صاروا قبل عم بحكي كمشاهد ولا مره زعلت منها، او ولا مره كنت حسها عم حلوه عفويتها، يعني هي كثير عفويتها صريحه ومتصالحه مع حالها. ودائما نحن عالم هيك بنحمل عناوين عريضه بالحياه، الذكوريه، الحقوق المراه، الكذا، اوقات في فاكت بدك تتعاملي معها بالحياه ما بتكسرك
بس ما بتعليك يعني فيك تكوني هيك بسيطه وسمبل ويوتيك ايزي وبيمشي الحال. من هون بتروح لعند الفنانه ميادة الحناوي اللي كمان هلا اعلنت بعد 3 سنين غياب عن السوشيال ميديا اعلنت انه هي بعدها ببيتها. ليش؟ لانه كانوا 3 سنين كثير صعبين، توفت اختها، خي عمل عملية وكان عنده ظرف صحي كتير صعب، اجت أزمة كورونا وهي جابرتها أنها تبقى بالبيت. ليه طلعت بهذا البيان؟ طلعت هذا البيان بعد من الإشاعات انتشرت أنه هي عندها الألزهايمر، كانت قبل انتشر أنه هي عندها كورونا، طلعت لتقول أنه هي كتير منيحة وهي بكامل وعيها وما بها شيء، ألزهايمر فرد ضربة وما عندها ولا مرض. قديش بشع وقت الفنان يبلش شوي شوي يكبر اصلا مع كل هذه الازمات النفسيه اللي بيكون عم يقطع فيها، نجي نحن نقول مات والاشاعات يعني بتجرحه زياده ولا وليك ما لها خبريه انه الزهايمر يعني سوري عم بتخرف شيء منه كثير مهضوم منه كثير حلو للفنان. قالت انه هي كثير مشتاقه ترجع تلتقى بالناس وبالنسبه لها هذه المساحه اللي كانت كثير تلاقي فيها حالها وبتزعل انه كورونا على امل انه تنتهي هذه الجائحه وترجع تلتقى بجمهورها من اول وجديد. سريعا لعند الفنانه مريم فارس اللي سالها واحد من الفانز على السوشيال ميديا شو بتتمنى بالحياة؟ قالت له الصحة. طبعا هنا بلشت تكتب الميديا في قلق كتير كبير حول صحة مريم فارس وهل هي عم بتعاني من شيء، خاصة انه هي من سنتين بقيت كان عندها مشكل صحي ما عرفنا شو هو وبقيت لوقت طويل بالمستشفى. وقالت انه هي عم تتماثل للشفاء، ما بسمح لحالي اقول بوقت الاخبار قالوا انه هو كان كانسر وما كانسر وهي ما حبت تحكي بالموضوع، ما بعرف شيء عن الموضوع. بس كمان اكيد بتمنى انه تكون مش منيحه كثير منيحه وتضل حد عائلتها وتكون باحلى صحه هي فيها. بس البارت اللي ما بحبها بمريم انه دائما دائما غموض. ايوه هيدي هي يعني في غموض بالاجر اصبع خاتم زوج. بحترم الحياة الخاصة بس كمان بس يعني ما تفرجيه أبدا يعني 100% أو ما تفرجيه أو أنه الفنانين عندهم هيك نوع من حياة من خلينا نسميها حياة عامة يعني ما فينا نحن مجرد ما نحن طلعناها على السوشيال ميديا أجباري تكون بارت ويسألوا العالم أسئلة فيها بكل بساطة تقول لا أنا كتير منيحة بتمنى الصحة. أكيد أنا بتمنى الصحة لألي ولعائلتي ولألك ولكل الناس اللي حوالينا وسيمبلي يكون عايشين من دون ما نوتر الناس على أشياء كتير صغيرة أو أتليست جمهورها لألها هي. من هون بدروح لعند نانسي عجرم. نانسي هيك اللي كتير حدا بيعرف ينقي توقيتاته بالأعمال من بعد ما عملت هيك بيروت الأنثى عم تتحضر هلأ لتطلق ب21 الشهر أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم اسمها أمي. بهالبساطة رح تصورها كليب مع المخرج سمير سنيان. اللي بدي أقوله هون أنه نانسي قالت أنه هيدا الأغنية صورتها ولا بدها تصورها؟ لا تطلع بعيد الأم لازم تكون أكيد تصورها صراحة. اللي بدي أقول أنه نانسي حدا قالت أنه هيدا الأغنية أو هيدا العمل بمس كل شخص بتجربته الشخصية وبحياته الخاصة. ما عندي شك أنه نانسي حدا كتير بينتبه على شغله. ما تقولي إلا في جيجي لمارا بيشتغل معه، ما تقولي إلا في ناس حد عن جد بينتبهوا على أصغر ديتيلز. كتير حلو أو كتير نادر لما تلاقي فنان أول شيء عنده أكتر عالم من فولوورز على تويتر وعلى السوشيال ميديا وهالقد هيك نت بيقدم فن ببساطة ما بيأوفر ما بيأوفر يعني لا بالصور ولا بالبوست ولا بالطبخة ولا بالطنجرة ولا بالحياة العائلية. هيك بتاخد الأشياء على قد. بتحسي على كل حال هلأ عمل لعيد الأم هو أكتر وقت مناسب لأنه بلكي الأم هيدي السنة شافت صعوبات أول شيء الأم رح تاخذ كادو مصاري ما فيه حنعطيها بوردي أو على التليفون ما حدا جبنا لا طنجرة ولا شيء 100% أشياء للبيت طفي حالبنا صار لنا سنتين عايشين بالبيوت وي دونت نيد إت. يا الله. والشغلة الثالثة نسرين إنه شيء سفرة مثلا شيء اختفاء جمعة هون هذا الموضوع غير متاح حاليا. بعدين لا الشغلة اللي علاقة بالأم كمان لأنه أزمة كورونا بيعتت كثير العيال عن بعضها. نحن أنا صرت بطلع بزور أهلي بالجبل بنزل من السيارة بصير بعمل لهم هيك إنه هاي وولادي نفس الشيء بتحسي في شيء هيك بلاك بيعد عن حدا من محل تاني. بكل الأحوال كنا نتمنى ننصفكم بهذا العيد حدا ننصفكم بعواطفنا بكل الأحوال بس أنه هيدي حلو أنه تكون هذه الأغنية موجودة وعن جد كتير ناس بحاجة لألا. بعد فينا بعد خبر أخبار بعد. بعد عندي 3 أخبار كتير سريعين بدي روح عن الفنان التركي كرم بورسان اللي عم يعمل مسلسل أنت أترك بابي. هذا من المسلسل اللي عم يعمله كتير مشاهدات بالعالم العربي وهذا المسلسل هو يعني وين عم ينعرض؟ هلا انا صراحه بحضره على سايتس على على يوتيوب وهو بس كثير فون متابعين له. قبل ما اوصل لكرم بدي اخبر خبريه انه المسلسلات التركيه عن جد كانت بمكان ما بظل جائحه كورونا شغله كثير مريحه للناس. اليوم ما بتلتقي فيه لو موجود هذه المسلسلات والاعمال اللي خلينا نقول تروح عن الناس ويتلهوا فيها وينبسطوا ويغوروا جو بالإضافة إلى نتفليكس طبعاً ما كنا عجد قدرنا قطعنا هذا الوقت لأنه مش سهل تكوني كل هذا الوقت بالبيت في حواليك عصافير عم بيزقزقوا وانت بصرخوا ويتخانقوا من حياتي بكل الأحوال المسلسلات التركية عن جد كانت خلاص لكثير من العالم. اللي بدي أقوله عن كرم كان بأحد التكريمات لأكثر
خليني بس، هو اكثر ممثل اعجابا، هو هيك ممثل كثير حلو ولعب دور كثير حلو عم بحضره للمسلسل. اللي بدي اقوله عن هذا العمل بخلال هالتكريم، وقت طلع على البلاتون ياخذ جايزته قال انه هذه السنه كانت سنه كثير صعبه، فهو نازل برد المذيع عم يجرب يعمل هيك مهضوم، بيقول عنا انه كانت سنه كثير صعبه، وكان كل مقابل كل حلقه يطلع فيها ضيف ياخذ 120 الف ليره تركي. هذا يعني كانت سنه رائعه له. هذا الشيء زعج الممثل كثير، فاضطر انه يترك الحفل ويغادر فيه، وصار في حمله على السوشيال ميديا وتعاطفوا كثير الناس معه. مجددا هون بدي هيك امرق على شغله كثير سريعه، اوقات الناس عن جد نحن كاعلاميين بنصير من اوس يلا يمين شمال، هذا بنبهدله، هذا بدنا نربيه، هذا بدنا نعلمه. الناس عن جد اوقات حساسه، ايه في يكون سنه كثير صعبه حتى لو عم نعمل مصاري، فينا نكون مصاري مش كل شيء، فينا نكون طالعين مظبطين ومكياجين ولابسين، بس نكون مثلا قررنا امبارح نحن وي ار فولي ديبرست وكنا عم نبكي امبارح لانه كل شيء محيط حوالينا مش هالقد سعيد. يعني المظاهر منا 100%، منا كل شيء. ما رح خبر باقي الاخبار يمكن ما بقى في كثير وقت، بس كان بدي اقول انه يسرى وباس الخياط، يسرى كثير مبسوطه انه باس الخياط عم تتعامل معه بعد 5 سنوات كان غايب فيهم عن الدراما المصريه، برغم هذا العمل اسمه حرب اهليه عم بيواجه عقبات كثير كبيره. هيفا قطعت عليه وزعلت، فنانه ثانيه كمان صار في تونسيه كمان صار في عليه مشاكل. لازم نعمل حلقه عن عامر، لازم نعمل ولي. في اخبار ثانيه لها علاقه بعمرو دياب اللي وقع واعتبروا انه هي صيبت عين من الشربينه، بنكملهم بحلقه ثانيه. نسرين ميرسي، ثانك يو ريف. رح ننتقل، اول شيء بدي اتشكر كل اللي تابعونا بصباح اليوم.